السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله معانا محاضرتين وهما الدايابيتس والكانسر. نبدأ بسم الله أول محاضرة من المحاضرتين وهي الدايابيتس ميليتس. تعال نشوف في البداية كده يعني ايه كلمة دايابيتس ميليتس. دايابيتس هي كلمة يونانية أو كلمة إغريقية، هي كلمة معناها سايفون او سيفون، دي اللي هي معناها passing water اللي هو حاجة بتعدي مية، زي اللي هو السيفون بنشد السيفون فبيقوم يعدي مية. طيب وميليتس برضو في اللغة اللاتينية معناها honey، معناها عسل او بمعنى اصح sweet، يعني حاجة سكرية. فيبقى الكلمة على بعضها diabetes mellitus معناها passing water with شوجر أو passing sweet water، يعني الشخص ده بيتبول بول بيكون فيه سكر، حتى احنا بنسمي الدايابيتس البول السكري. طيب تمام، ايه الدايابيتس ميليتس ده؟ ده مشكلة ميتابوليك سندروم، حاجة بيحصل خلل في عملية التمثيل الغذائي. طيب ايه الحاجات اللي بتكون بشخص بيها الدايابيتس او ايه الاعراض اللي بتظهر على الشخص اللي عنده دايابيتس؟ بيكون عنده بوليوريا، يعني الشخص ده بيتبول بكميات كبيرة ويصحى من النوم كذا مرة عشان يتبول، فيبقى عنده بوليوريا. بوليفاجيا، جعان على طول بياكل كميات أكل كبيرة. بوليديبسيا، يعني بيحتاج يشرب كميات مية كتيرة وبالتالي بيبقى عنده بوليوريا من كتر ما بيشرب كميات مية كبيرة. بوليديبسيا، بيبقى محتاج إن هو يدخل الحمام كتير. بوليوريا، وكمان بيبقى محتاج ياكل كتير. بوليفاجيا. طيب البول اللي بينزله ده بيبقى فيه جلوكوز فبسميه جلايكوزوريا، يعني البول فيه جلوكوز او فيه سكر، وكمان بيبقى عنده هايبر جلايسيميا، يعني ارتفاع معدلات الجلوكوز في الدم. طيب ليه الدايابيتس بيحصل؟ ايه الكوز بتاعه؟ absolute or relative deficiency of the hormone insulin، يعني يا إما إن الإنسولين ما بيفرزش تماما، ما بيفرزش خالص زي في الدايابيتس تايب 1، يا إما بيفرز بس بكميات مش كافية، بيفرز بكميات ما تقدرش إن هي تتخلص من كميات السكر اللي موجودة في الدم، فيبقى ده اسمه relative deficiency، إن هو الإنسولين بيطلع لكن ما بيطلعش بالكميات اللي الجسم محتاجها. طيب الديفيشنسي دي بتبقى either by action or by secretion or both، يعني الانسولين زي ما قلنا ممكن تكون مشكلة في السكريشن، ان هو يا اما ما بيتفرزش خالص يا اما بيتفرز بكميات قليلة، or by action يعني ان الانسولين بيتفرز وبيتفرز بكميات كويسة لكن ما بيقدرش يشتغل كويس. في انسولين ريزيستنس، الريسبتورز بتاعة الانسولين مش شغالة كويس، فبالتالي الانسولين مش قادر يؤدي الوظيفة بتاعته، فيبقى يا اما خلل في السكريشن يا اما خلل في الوظيفة او خلل في الاتنين. الانسولين ده هو اللي بيتحكم في التمثيل الغذائي او الايض بتاع الكربوهيدرات والبروتين والفات الدهون وكمان الالكترولايتس. يبقى الانسولين بيتحكم في الميتابوليزم في كربوهيدرات بروتين فات اند الكترولايتس. طيب الأكيوت ميتابوليك دي كومبنسيشن ليد تو إيميديت ديث، لو حصل ميتابوليك دي كومبنسيشن هيحصل ديث، whereas كرونيك ميتابوليك دي كومبنسيشن ريزلت ان دامج اور ديس فانكشن، يعني الأكيوت ميتابوليك دي كومبنسيشن هيؤدي لديث لكن الكرونيك ميتابوليك دي كومبنسيشن هيؤدي ان يحصل دامج او ديس فانكشن، خاصة ان ممكن يحصل فيلير اوف فاريوس اورجانز، في أعضاء كاملة هتبطل إنها تشتغل خصوصا البرين، خلاص دي آخر المراحل إن البرين ما بقاش يشتغل. وكمان الأيز، الناس دي بيبقى عندها ريتينوباثي التهاب في الشبكية، الكيدنيز بيبقى عندها نيفروباثي وفي الآخر بيحصل رينال فيلير، بيبقى عندهم نيوروباثي التهاب في الأعصاب، بيبقى عندهم مشاكل في الهارت والبلود فيسلز، بيبقى عندهم انكيفالوباثي ريتينوباثي نيفروباثي نيوروباثي كوروناري ارتري ديزيز امراض الشرايين التاجية، بيبقوا معرضين اكثر ان هم يتصابوا بانفكشنز، تمام، لان المناعة بتاعتهم بتبقى نازلة فيبقوا معرضين اكتر ان هم يتعرضوا لانفكشنز. طيب هيؤدي ده كله لايه؟ يؤدي للريفرسيبل ديسابيليتي،
الريفرسبل ديسابيليتي، يعني لو حصل رينال فيلير دي خلاص مشكله الريفرسبل. لو شخص حصل له ريتينوباثي والريتينوباثي دي ادت لبلايندنس لعمى، دي خلاص حاجه الريفرسبل. فالدايابيتس ممكن بعد كده الكومبليكيشنز بتاعته تبقى حاجات الريفرسبل، اعاقه مستديمه او عاهه مستديمه اند ديث، وفي الاخر طبعا الوفاه. The underlying cause of diabetes mellitus is deficiency of insulin. قلنا السبب بتاع الدايابيتس هو ان الانسولين يا اما ما بيطلعش بكميات كويسة او ما بيطلعش خالص، يا اما بيتفرز بس مش عارف يؤدي الوظيفة بتاعته which is absolute، يعني ما فيش اي انسولين بيتفرز تماما زي في حالات الانسولين dependent diabetes mellitus اللي هم الناس التايب 1 diabetic. And relative or partial يعني بيفرز الانسولين لكنه مش قادر يواكب كميات السكر اللي موجودة في الدم، يعني بيفرز بكميات مش كافية زي في الناس اللي هم النون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، دول اللي هم تايب 2 دايابيتكس. تمام، يبقى انا دلوقتي هقسم الكوزس بتاعة الدايابيتس ميليتس لنوعين، برايمري وسكندري، زي ما قسمنا اسباب الهايبرتنشن لنوعين برايمري وسكندري، وقلنا ان برايمري دي بتبقى حاجه ملهاش سبب محدد او سبب معروف، وسكندري دي اللي هي بتبقى حاجه حصلت بسبب حاجه تانية. يعني السبب بتاع الدايابيتس هب انا عارفه ده في حالات ايه، السكندري دايابيتس. طيب تعال نعمل مقارنة بين التايب 1 والتايب 2. طبعا المقارنة دي لو فاكرينها كانت في البايو طبعا المقارنة دي لو فاكرينها كانت في البايو في سنة أولى، كنا بنعمل مقارنة بين التايب 2 والتايب التايب 1 والتايب 2 دايابيتس ميليتس. طيب التايب 1 ده قلنا بسميه ديبند انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، بيحصل فيه ابسولوت ديفيشنسي اوف انسولين، الانسولين ما بيطلعش خالص. طيب التايب 2 بسميه نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، ده بيكون فيه بارشال اور ريليتيف ديفيشنسي اوف انسولين، يعني الانسولين بيتفرز لكن مش بكميات كافية. التايب 1 بسميه الجوفينايل تايب، الجوفينايل تايب لان هو بيجي للناس في سن صغير، بيجي للناس في سن صغير، الناس اللي بيكون سنهم تحت 30 سنة. طيب والتايب 2، التايب 2 ده بسميه ان هو بيكون ليه ماتيوريتي اونست، يعني الناس لما بتكبر في السن هي الناس اللي بيجي لها دايابيتس تايب 2، الانسولين بيبقى بيتفرز عندهم بشكل كويس لكن مع مرور الزمن مع تغير اللايف ستايل بتاعهم العوامل الوراثية بتاعتهم ما هيألهم ان يحصل لهم دايابيتس، فبيبدأ يظهر عندهم الدايابيتس ميليتس، فبيظهر في وقت متأخر. الناس دي بتكون فوق ال30 سنة اللي بيجي لها دايابيتس تايب 2. طيب قلنا التايب 1 ده اسمه الجوفينايل تايب، بيجي among young people، يعني بيكون منتشر ما بين الناس الصغيرة في السن اللي سنها تحت ال30 سنة، اللي سنها تحت ال30 سنة. طيب والتايب 2 ده بيجي في الناس الكبيرة، الناس اللي هي سنها فوق ال30، الناس اللي سنها فوق ال30. التايب 1 ده بيبقى sudden and onset، الشخص بيبقى قاعد كويس ومرة واحدة تلقى الأعراض بتاعته بدأت مرة واحدة، يعني مثلا الأطفال اللي بيكون عندها تايب 1 دايابيتس دي الأطفال دي ما بتبقاش مكتشفها، بتبقى نوت دايجنوزد، ده يبقى مرة واحدة الطفل قاعد ويقوم يغمى عليه، فده أكيوت أونست أو سادن أونست، لأن الطفل خلاص ما عندهوش أنسولين بيتفرز فهيجيله هايبر جلايسيميك كوما ومرة واحدة قام اغمى عليه. بعد كده لما يودوه المستشفى ويدوا له انسولين ويكتشفوا بقى الموضوع ده ويفضل عايش على الانسولين طول عمره. طيب لكن الدايابيتس تايب 2 ده جراديوال ان اونست، ده مع مرور الزمن مستويات السكر بتبدا تعلى 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 لحد ما تبدا تظهر الاعراض بتاعه الدايابيتس. طيب الناس اللي هم بيكون عندهم دايابيتس تايب 1 دول ناس بيكونوا ثين، ناس بتكون رفيعه، تمام، ناس بتكون رفيعة، يعني الأوبيزيتي مش ريسك فاكتور ليهم لأن هي بتبقى حاجة ليها علاقة بالجينات أو مرض أوتو إيميون، ملهاش علاقة بالأوبيزيتي، لأن الناس اللي بيجي لهم دايابيتس تايب 2 دي بتبقى ناس من كتر ما هي أوبيز أو من كتر ما بتبقى بتاكل أكل كتير، الأكل ده بيتحرق ويطلع جلوكوز كتير، كميات الجلوكوز اللي بتبقى موجودة في الجسم دي
الانسولين ما بيبقاش قادر عليها، لكن الناس اللي هي كانت عندها دايابيتس تايب 1 دي مش ناس تخينة، دي الناس عندها الانسولين ما بيتفرزش اصلا، فهي ناس مش تخينة، لا ده هي ناس رفيعة عادي، بس مشكلتهم ان الانسولين ما بيتفرزش خالص. لكن الناس الدايابيتكس تايب 2 دي ناس بتبقى يوجوالي اوبيز، بتبقى ناس سمينة. طيب الناس الدايابيتكس تايب 1 بالنسبة لهم زي ما قلنا الاوبيزيتي نوت ا ريسك فاكتور، سواء الشخص ده بعد كده وزنه زاد وزنه قل ده مش هيأثر في حاجة، لأن خلاص هو عنده دايابيتس تايب 1، مهما عمل مستويات السكر في الدم مش هتقل غير بأنسولين خارجي، لأن الأنسولين عنده ما بيتفرزش تمام. لكن الدايابيتس تايب 2 الأوبيزيتي بالنسبة لهم ريسك فاكتور، الناس الأوبيز أكتر هي اللي معرضة يحصل لها سكر اكتر، المعرضة ان يحصل لها دايابيتس اكتر. لكن التايب 1 الشخص تخين الشخص رفيع ايا كان، الشخص ده عنده مشكلة مش هتخلي الانسولين يتفرز عنده، فهو هيبقى عنده دايابيتس تايب 1. طيب الدايابيتس تايب 1 it has HLA يعني human leukocytic antigen، بيبقى ليه علاقة بنوع من الانتيجينات بسميه ال human leukocytic antigen، ده بيبقى مرتبط بحاجة جينية. طيب لما بيجي يحصل مرض اوتو اميون بيكون فيه اوتو اميونيتي، بيجي الجسم يهاجم ال human leukocytic antigen ده، فيسبب ان يحصل ان الانسولين ما يتفرزش تمام. يعني في الغالب بيبقى مصاحب لأمراض أوتو إيميون، أمراض المناعة الذاتية، بتروح تهاجم الهيومن ليكوسيتيك أنتيجين ده وتخلي إن الأنسولين ما يتفرزش، فدي بتبقى المشكلة اللي في الدايابيتس تايب 1. لكن في الدايابيتس تايب 2 اتس نوت اتش ال اي لينكد، ملهاش علاقة بالاتش ال اي، ودي بتبقى في التايب 1 مشكلة جينية تمام، ان الهيومن ليكوسيتيك انتيجين ده بيبقى في اتكون بسبب الجينات بتاعت الشخص ده. طيب الدايابيتس تايب 1 بيبقى از اسوشيتد وذ اذر اوتو اميون ديزيز، يعني غالبا بيبقى مصاحب لامراض مناعه ذاتيه اخرى تمام، بيبقى مصاحب لامراض مناعه ذاتيه، لكن الدايابيتس تايب 2 ما بيبقاش معاه اي امراض مناعه ذاتيه. الدايابيتس تايب 1 ده بيبقى ليه اكيوت ميتابوليك دي كومبنسيشن يؤدي لسادن ديث، زي ما قلنا ان الشخص ده قاعد جات له هايبر جلايسيميك كوما، قام وقع اغمى عليه ما لحقتهوش، ده كده هيحصل له وفاة، يبقى سادن ديث. سادن ديث يعني كمان ممكن يكون وهو نايم تصحى تلاقيه ميت تمام، بسبب الدايابيتس تايب 1 لان حصل عنده اكيوت ميتابوليك دي كومبنسيشن. لكن الناس اللي عندها دايابيتس تايب 2 دي بيبقى عندها كرونيك ميتابوليك دي كومبنسيشن، مع مرور الزمن هيؤدي الكومبليكيشنز مضاعفات اللي هي قلناها الرينال فيلير والريتينوباثي والنيوروباثي وكل الحاجات دي. طيب الدايابيتس تايب 1 الكومبليكيشنز او المضاعفات بتاعته بتحصل بشكل صادم مفاجئ وبتكون فيتال مميتة، لكن الدايابيتس تايب 2 الكومبليكيشنز بتاعته بتحصل ببطء، بتحصل جراديوال على مرور الزمن، وتؤدي الريفرسبل ديسابيليتي، بتؤدي لإعاقة مستديمة وفي النهاية تؤدي للوفاة. طيب الدايابيتس تايب 1 زي ما قلنا ملهوش علاقة بالأوبيزيتي، لكن الدايابيتس تايب 2 ليه علاقة بالأوبيزيتي and under activity، يعني الناس اللي هي ما بتعملش رياضة بشكل كويس، لكن الدايابيتس تايب 1 الشخص بيعمل رياضة ما بيعملش رياضة ده مش هيفرق في حاجة. طيب الدايابيتس تايب 1 ده بيبقى common among men، لكن تايب 2 بيبقى common among women. يبقى افتكر واحد من اتنين ومن، واحد من اتنين ومن، واحد من اتنين ومن. طيب الدايابيتس تايب 1 بيبقى الفاميلي هيستوري از يوجوالي ابسنت، يعني مش شرط ان يكون في حد في العيلة عنده دايابيتس عشان الشخص يتولد بدايابيتس تايب 1 تمام، مش شرط يكون حد في العيلة عنده دايابيتس عشان الشخص يبقى عنده دايابيتس تايب 1، لكن الدايابيتس تايب 2 بيبقى غالبا في فاميلي هيستوري، يعني هتلاقي ان العائلات اللي الدايابيتس تايب 2 بيسري فيها معرضة ان هي
تجيب أطفال فيما بعد يبقى عندهم دايابيتس تايب 2، رغم إن الدايابيتس تايب 1 هو اللي ليه علاقة بالجينات، إلا إن الدايابيتس تايب 2 هو اللي بينتشر وراثيا. تمام، يبقى الدايابيتس تايب 2 هو اللي ليه علاقة وراثية، لكن الدايابيتس تايب 1 ده بيبقى خلل جيني في الشخص لوحده وما بيبقاش ليه أي علاقة بالوراثة. يعني ممكن شخص العيلة كلها ما عندهاش دايابيتس، هو يحصل له خلل جيني ويبقى عنده دايابيتس تايب 1، لكن الدايابيتس تايب 2 غالبا بيكون في تاريخ للعيلة مع السكر. طيب كده قلنا البرايمري كوزس اوف الدايابيتس ميليتس اللي هو الانسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس والنون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. طيب تعال نقول الحاجات السكندري اللي هي الدايابيتس حصل بسبب معين. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تخلي ان يحصل دايابيتس؟ اول حاجة البنكرياتيك باثولوجي، ان يحصل خلل في البنكرياس، سواء حاجة كونجينيتال الطفل اتولد بيها، في خلل في البنكرياس، البنكرياس مش قادر يطلع انسولين، في سيستيك فايبروزس في البنكرياس، في بنكرياتيتس انفلاميشن في البنكرياس، في تيومرز، في ورم في البنكرياس. دي كلها حاجات هتؤثر على افراز الانسولين فتخلي انه يحصل دايابيتس. بنكرياتيكتومي، ان الشخص ده مثلا حصل له ورم في البنكرياس فاضطروا ان هم يشيلوا البنكرياس كله، اضطروا ان هم يستأصلوا البنكرياس كله. طبعا كده خلاص البنكرياس هو اللي كان مصدر الانسولين، لما انا شلته كده الشخص بقى عنده دايابيتس. لو عملت استئصال للبنكرياس كده الشخص هخليه يعيش على الانسولين طول عمره. طيب حاجات تانية برضو ممكن تسبب دايابيتس زي الهيموكروماتوزس والتروما وامراض المناعة الذاتية، دي بتبقى حاجات جينية زي ما قلنا ان الاوتو انتي بوديز المناعة بتاعت جسمي هتروح تهاجم الريسبتورز بتاعت الانسولين فما تخليهاش تشتغل. طيب تمام، في كمان بعض الهرمونات بتكون انتاجونيستك للانسولين، لما الهرمونات دي تفرز بكميات كبيرة هتؤدي ان الانسولين ما يشتغلش كويس لان هي بتضاد عمل الانسولين، بسميها انسولين انتاجونست. زي ايه الانسولين انتاجونست دي؟ زي الكاتيكول امينز اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين، دي كلها حاجات بتحرق الجلايكوجين وبتزود مستويات الجلوكوز في الدم وبتثبط عمل الانسولين لان الانسولين بيقلل مستويات السكر في الدم، وانا الكاتيكولامينز هدفها ان هي تعلي مستويات السكر في الدم. زي الادريالين فايت اور فلايت، انا محتاج كميات كبيره من الجلوكوز في دمي عشان اقدر اني استخرج منها طاقه، لكن لو في مشكله في الهرمونات دي وبتفرز بكميات كبيره ده هيسبب دايابيتس لان هي انسولين انتاجونست. برضو الجروث هرمونز نفس القصه، الجلوكاجون بيحفز تكسير الجلايكوجين لجلوكوز وكمان بيثبط عمل الانسولين. الحاجات الجلوكوكورتيكويدز، يبقى الكاتيكولامينز والجروث هرمونز والجلوكاجون والجلوكوكورتيكويدز دي كلها حاجات انسولين انتاجونيستس. طيب كمان اللونج تيرم اوف دراجز يوز، ان في بعض الادويه استخدامها الطويل هيسبب ان يحصل دايابيتس. زي ايه؟ زي الكورتيكوستيرويدز الاسترويدات، الكورتيكوستيرويدز او زي الكورتيزول يعني، وكمان الثايزايد دايوريتكس مدرات البول، دي على المدى الطويل بتسبب دايابيتس. الاورال كونتراسبتيفز، حبوب منع الحمل، الليفر ديزيزز كان also result in diabetes mellitus. يعني في بعض الأمراض الكبدية بتؤدي إن يحصل diabetes، حتى هتلقى إن الناس اللي عندها مثلا liver fibrosis أو liver cirrhosis بيكون عندها diabetes. طيب ال diabetes mellitus associated with some genetic syndromes، طبعا بتبقى متلازمات جينية بتؤدي إن يحصل خلل في إفراز الأنسولين فيؤدي ل diabetes. طيب magnitude of the problem، ايه حجم المشكلة؟ الدايابيتس ميليتس زي الهايبرتنشن، ده من الامراض اللي بقول عليها ايسبرج ديزيز، اللي هو بشوف طرف الجبل تلجي بس لكن ما بقدرش اني اشوف الكميات الكبيرة اللي تحت او ما بقدرش اشوف القاعدة الكبيرة
بتاعة الجبل التلجي اللي بتكون تحت المية، يعني عدد ناس قليل اللي بقدر إني أشخصهم وأعالجهم من الدايابيتس، لكن الأغلبية العظمى بتكون غير مشخصة، عندها دايابيتس وأنا مش عارف، أو عندها دايابيتس وتم تشخيصها لكنها ما بتتعالجش بشكل كويس. طيب مشكلة الدايابيتس بتصيب حوالي 150 مليون شخص في العالم، 150 مليون شخص في العالم، and this number is predicted to double by the year 2025، يعني على سنة 2025 من المتوقع إن يبقى فيه 300 مليون شخص في العالم مصابين بالدايابيتس. طيب وكمان الدايابيتس it's the fourth leading cause of death in USA، يعني الدايابيتس ده هو واخد المركز الرابع في أسباب الوفيات في أمريكا. قلنا السبب الأول هو الكارديوفاسكولار ديزيزز، والتاني زي ما هناخد كمان شوية هو الكانسر، وعندك المركز الرابع هو الدايابيتس. It's varying in different parts of the world، يعني الترتيب ده ممكن يختلف في بلد عن البلد التاني، يعني ممكن في بلد تانية يكون الدايابيتس هو المركز الخامس للوفيات، المركز التالت للوفيات، أيا يكن، لكن احنا هنا بنتكلم عن الـ USA. طيب تمام. The trend of the disease which was affecting middle age and elderly, the type 2 diabetes has shown to affect younger age، يعني مع مرور الزمن الـ type 2 diabetes بدأ إن هو يصيب ناس في سن أصغر، فيؤثر على الـ health status بتاعتهم، فيؤدي إن الفعالية بتاعتهم تقل في المجتمع، وده بدأ إن هو يزيد في الدول النامية الـ developing countries بسبب الـ industrialization والـ urbanization اللي هو التقدم والتحضر، indicating the role of not only genetic factors، يعني إن الـ diabetes بيحصل بسبب حاجات كتيرة تانية غير الـ genetic factors but also environmental factors، حاجات بتحصل في الـ environment، حاجات بيئية بتؤثر إن يحصل diabetes زي الـ quality of life والـ lifestyle وأسلوب الحياة. طيب في حاجة اسمها impaired glucose tolerance، impaired glucose tolerance is a state between diabetes mellitus and normalcy، يعني دي حالة بتكون ما بين ان الشخص مصاب بالدايابيتس وما بين ان هو شخص طبيعي، يعني الشخص اللي عنده impaired glucose tolerance ده ولا هو عنده دايابيتس ولا هو شخص طبيعي، هو شخص هيكون بري دايابيتك، يعني معرض اكثر ان هو يحصل له بعد كده دايابيتس. طيب الـ prevalence of impaired glucose tolerance المدى بتاعها من 3.6 ل 9.1%، ان الناس دي اللي عندها impaired glucose tolerance 3.6 ل 9.1% منهم دول هيحصل لهم diabetes في العقود المقبلة من الزمن. The diagnostic criteria for diabetes by oral glucose tolerance test، يعني لما اجي اعمل تحليل سكر ايه ازاي اعرف ان الشخص ده diabetic ولا لا، لو لقيت قيمة التحليل ده صايم اكتر من 125 مللي جرام بير ديسيليتر ده كده شخص diabetic، ولو لقيت التحليل فاطر بعد ساعتين من الاكل اكتر من 180 مللي جرام بير ديسيليتر ده كده شخص دايابيتك. يبقى اكتر من 125 صايم او اكتر من 180 فاطر ده كده شخص دايابيتك. طيب ايه هي الكومبليكيشنز او المضاعفات بتاعه الدايابيتس؟ الدايابيتس it need to be noted that presence of diabetes carrier is a very high risk for ischemic heart disease، الناس اللي عندها diabetes بتكون معرضة أكثر إن يحصل لها ischemic heart disease ب relative risk 3.5 لـ4 مرات، يعني الناس اللي هي عندها diabetes معرضة من تلات مرات ونص ل4 مرات أكثر إن يحصل لها ischemic heart disease عن الناس ال non diabetics، وكمان ممكن يحصل coronary heart disease أو coronary risk factor زي الـ hypertension والـ dyslipidemia والـ obesity والـ metabolic syndrome. طيب الـ complications بتاعة الـ diabetes بقسمها لحاجتين، حاجات acute وحاجات chronic، حاجات acute وحاجات chronic.
كرونيك. الحاجات الأكيوت إن مستوى السكر في الدم ينخفض بشكل كبير جدا، هايبوجلايسيميا، هايبوجلايسيميا اللي ممكن بعد كده يكون عرض أكيوت يؤدي لهايبوجلايسيميك كوما، الشخص ده يدخل في كوما بسبب الهايبوجلايسيميا. وكمان الهايبرجلايسيميا، الهايبوجلايسيميا ممكن تحصل إن شخص عنده دايابيتس وبياخد أنسولين ومكلش كويس، فيقوم كده مكلش كويس مفيش مصدر للجلوكوز وكمان خد أنسولين، فمستوى السكر في دمه قل جدا فحصل له هايبوجلايسيميا. طيب كمان ممكن هايبرجلايسيميا ما بياخدش الأنسولين بشكل منتظم وبياكل بكميات كبيرة، فمستوى السكر في الدم عنده عالي بشكل كبير جدا. وكمان الكيتو أسيدوزس، إن الكيتو الباديز تزيد في الجسم بشكل كبير. وكمان الانفكشنز، الدايبيتس بيعرض الشخص إن هو يحصل له انفكشنز أكثر، خصوصا العدوى الفطرية بتاعة السكن والميوكوس ميمبرينز، وكمان اليورينري انفكشنز اليو تي اي، والانيروبيك انفكشنز اوف ديب تيشوز، والمايكوبكتيريال انفكشنز. دي كلها كومبليكيشنز اكيوت للدايابيتس، هايبوجلايسيميا، هايبرجلايسيميا، كيتو اسيدوزس، انفكشنز خصوصا الفانجل انفكشنز اوف سكن ميوكوس ميمبرين يو تي اي، الانيروبيك انفكشن اوف ديب تيشو، والمايكوباكتيريال انفكشن. دي كلها حاجات اكيوت كومبليكيشنز اوف دايابيتس. طيب الحاجات الكرونيك اللي هي بتحصل جراديوال وعلى مدى طويل من الزمن زي ايه؟ الاثيروسكليروزس، تصلب الشرايين، مانيفيستنج ان سيريبروفاسكولار اند كورونري ارتري ديزيز. كمان الدايابيتيك اي، الدايابيتيك اي ديزيز دي حاجة كرونيك بتحصل على مدار الزمن، بتاخد وقت وهي بتحصل، بين من ضمن الكومبليكيشنز بتاعت الدايابيتس زي ايه؟ الريتينوباثي والكاتاركت، الريتينوباثي اللي هي التهاب الشبكية، والكاتاركت اللي هي المية البيضاء، الكاتاركت اللي هي المية البيضة. دي حاجات بتحصل بسبب الدايابيتس. الدايابيتك كيدني ديزيز اللي هتؤدي بعد كده رينال فيلير، دايابيتك نيوروباثي التهاب في الأعصاب الطرفية، وكمان الفوت ألسريشن والإنفكشن إن بيحصل قرح في الرجل، وكمان بتحصل عدوى قد تؤدي في الآخر إلى جانجرين وأمبيوتيشن أوف فوت. وعشان كده ساعات في المراحل المتأخرة بنسمي مرض السكر بالقدم السكري، القدم السكري، ان بيبقى بيحصل فوت ألسريشن وبيحصل انفكشنز قد تؤدي الجنجرين، وفي النهاية نضطر ان احنا نبتر القدم. طيب الريسك فاكتورز بتاعت الدايابيتس بقسمها لنوعين، موديفايبل ونون موديفايبل كالعادة. طيب النون موديفايبل ريسك فاكتورز، نبدأ بأول حاجة الايج، السن. التايب 1 بيكون كومون اكتر في اليونج بيبول، قلنا ان احنا بنسميه الجوفينايل تايب. طيب تمام، بيكتر في الناس اللي هم تحت سن ال30، وتايب 2 بيكون في الميدل ايجد والالدرلي، قلنا بسميه الماتيوريتي اونست. طيب الناس اللي هي بيكون سنها فوق ال30، الميدل ايجد والالدرلي. طيب thus age constitutes a risk factor for diabetes especially type 2. طيب كمان الايج بيمثل ريسك فاكتور بالنسبه للدايابيتس تايب 2، كل ما كان الشخص اللي هيتصاب بدايابيتس تايب 2 ده سنه اصغر، كل ما كان البروجنوزس اوحش، يعني كل ما كان هيعمل كومبليكيشنز اسوأ والمرض هيمشي على نحو اسوأ. يبقى الناس اللي بتتعرض لدايابيتس تايب 2، تايب 2، كل ما سنهم يبقى اصغر كل ما البروجنوز بتاعهم يبقى اوحش، يعني الشخص اللي عنده دايابيتس 2، دايابيتس تايب 2 وعنده 20 سنة، ده البروجنوز بتاعه اوحش من اللي عنده 30، اوحش من اللي عنده 40، اوحش من اللي عنده 50. طيب السكس، تايب 1 قلنا بيكون كومن اكتر عند المن، وتايب 2 في الومن، قلنا 1 من و2 ومن، 1 من 2 ومن. طيب الجينيتك فاكتورز، العوامل الجينية، قلنا ان التايب 2 شوز 90% concordance genetic component whereas تايب 1 شوز only 50%. يعني العوامل الجينية او العوامل الجينية اللي هي بتدخل في الدايابيتس تايب 2 بتكون 90%، لكن تايب 1 بتكون 50%. والماتوريتي اونست دايابيتس اوف
ذا يونج او الام او دي واي، ده بيكون اوتوسومال دوميننت هيريديتري ديزيز. اوتوسومال دوميننت هيريديتري ديزيز ده في التايب 2 او العوامل الوراثية يعني، فبيكون الجين بتاع الدايبيتس تايب 2 جين سائد. يعني ايه؟ يعني لو الاب والام عندهم دايبيتس بنسبة 100% الاطفال اللي هتتولد هيبقى عندها دايبيتس. احنا قلنا ان في الهايبرتنشن لو الاب والام هايبرتنسيفز احتماليه ان الابناء يطلعوا هايبرتنسيفز هي 45%، لكن في الدايبيتس هنا لو الاب والام عندهم دايبيتس بنسبه 100% الابناء هيبقى عندهم دايبيتس، لان الجين بتاع الدايبيتس تايب 2 ده بيبقى جين اوتوسومال دوميننت، يعني جين سائد. طيب it's thought that susceptibility to diabetes is the function of a defective gene which is inherited as recessive Mendelian pattern. Type 1 زي ما قلنا type 1 في ال human leukocytic antigen linked genetic predisposition، دخل الجيني ان ال leukocytic antigen ده بيبقى موجود وبعد كده ال autoimmune بتبدأ تهاجمه، لكن ال type 2 ملهوش علاقة بال human leukocytic انتيجين. طيب نتكلم بعد كده عن الموديفايبل ريسك فاكتورز، ايه الحاجات اللي انا اقدر اغيرها بعد كده. اول حاجه الدايت، نوع الاكل اللي انا باكله. لحد دلوقتي مفيش دليل يؤكد على ان نوع اكل معين بيسبب دايابيتس، يعني there is no evidence that a particular food item is diabetogenic، يعني ما اقدرش احلف ان الاكل ده بيسبب دايابيتس، الاكل ده بيسبب دايابيتس. لكن طبعا لما اجمع الاكل مع بعضه واجمع كميات السكريات اللي الشخص ده بياكلها مع بعض، لما تتجمع هتخلي الشخص ده عنده دايابيتس، لكن مفيش نوع اكل بعينه لما اشوفه كده اقول ده هيعمل لك دايابيتس. طيب studies have shown that wheat and cow's milk have diabetogenic factors، يعني بعض الدراسات بتقول ان القمح ولبن الابقار دول ليهم diabetogenic factors، يعني اللي هم ايه بيحفزوا ان يحصل diabetes. تمام، يعني ما قلنا مفيش اي دليل يقول ان في اكل معين بعينه بيسبب diabetes، لكن بعض الدراسات بتقول ان القمح ولبن الابقار ليه diabetogenic factors، يعني اللي هو بيؤثر بطريقة او باخرى ان يحصل diabetes فيما بعد. A high consumption of sugar and saturated fats intake has been associated with higher risk of diabetes mellitus type 2. الناس اللي بتاكل كميات كبيرة من السكر وكميات كبيرة من الدهون المشبعة دي ناس معرضة أكثر إن يحصل لها diabetes type 2. وكمان الدراسات أثبتت إن ال prudent diet اللي هو بيتكون من الخضروات والفواكه ده بيقلل خطر الإصابة بالدايبيتس ميليتس تايب 2، والكونزرفاتيف دايت اللي هو بيتكون من الزبدة والبوتيتوز البطاطس والهول ميلك اللبن كامل الدسم دول بيزودوا معدلات الإصابة بالدايبيتس تايب 2. يبقى عندي البرودنت دايت ده كويس بيتكون من الخضار والفواكه وبيقلل معدل الإصابة، لكن الكونزرفاتيف دايت ده بيتكون من البتر والبوتيتوز والهول ميلك وده بيزود معدلات الإصابة بالدايابيتس تايب 2. طيب كمان الدايت اللي بيكون فيه بوليساكارايدز لكنها نون ستارش، يعني مش جاية من النشا، بوليساكارايدز مش جاية من النشا، نون ستارش بوليساكارايدز زي ايه؟ زي السيريالز الحبوب والفيجيتابلز والفروت، دول الحاجات دي بتبقى غنية بالفايبرز الألياف، والحاجات دي بتبقى ليها بروتكتيف افكت اون ذا ديفلوبمنت اوف دايابيتس، يعني بتكون بروتكتيف بتحمي من ان يحصل دايابيتس. طيب السيدنتري لايف ستايل، يعني اسلوب الحياة الخامل اللي هو مفهوش اي اكسرسايز او تمرين، وكمان بيكون مصحوب باوفر نيوتريشن يعني زيادة في الاكل، وكمان اوبيزيتي سمنة، دي كلها حاجات بتكون ريسك فاكتور للدايابيتس ميليتس تايب 2. طيب كمان الاوبيزيتي خاصة السنترال اديبوزيتي اللي هو الويست سيركمفرنس اور ويست تو هيب ريشيو، زي ما قلنا اللي هو نسبة الخصر للحوض، كل ما نسبة الخصر للحوض كانت أكبر، يعني نسبة البطن أو الكرش للحوض كانت أكبر،
كل ما بحسب ان الاوبيزيتي كده كبيرة وهيحصل دايابيتس تايب 2، الشخص ده هيكون معرض اكثر للدايابيتس تايب 2. طيب الاوبيزيتي increases the insulin resistance، السمنة بتزود مقاومة الانسولين او بتقلل عدد مستقبلات الانسولين، يبقى الاوبيزيتي يا اما بتقلل عدد مستقبلات الانسولين و او بتزود الانسولين ريزيستنس، يعني يا اما بتقلل الانسولين ريسبتورز يا اما بتزود الانسولين ريزيستنس يا اما بتعملهم هما الاثنين. وزي ما قلنا الاوبيزيتي ملهاش اي علاقة بالدايابيتس تايب 1. The risk of metabolic complications is higher for men with a waist circumference of 102 سنتي، women with above 88 سنتي. يعني الناس اللي بيكون عندها الويست سيركمفرنس اكثر من 102 سنتي، او اللي هو نقول القطر بتاع الخصر او مش القطر، يعني لما تيجي تقيس تجيب متر كده وتلفه حوالين الخصر، لو طلع اكتر من 102 سنتي بالنسبة للرجالة دول كده معرضين اكثر للدايابيتس، وبالنسبة للستات اكتر من 88 سنتي دول كده معرضين اكتر للدايابيتس. طيب بعد كده الستريس والسترين، التوتر دي حاجات برضو بتزود خطر الإصابة بالدايابيتس، لأن احنا عارفين الستريس التوتر والحاجات الإيموشنال دي بتزود إفراز الأدرينالين، والأدرينالين لما بيزيد هيزود معدلات السكر في الدم. طيب الحاجات اللي بيكون فيها ستريس بتكون زي البريجنانسي، الحمل، الستات لما بتكون حامل بتكون متوترة، والسيرجري، العمليات الجراحية، والتروما and such other stressful situations، الحاجات اللي بتكون فيها ستريس توتر، دي كلها حاجات بتساهم في ان الدايابيتس يحصل. طيب وكمان الالكوحوليزم، شرب الكحول، الاكسسيف انتيك اوف الكحول كان انكريز ذا ريسك اوف تايب 2 دايابيتس. ليه؟ لان هو بيدمر الليفر وبيدمر البنكرياس. الالكوحوليزم قلنا ممكن يعمل فاتي ليفر، وكمان ممكن يسبب خلل في البنكرياس، يسبب بنكرياتيك ديزيز، وكمان بيبروموت الاوبيزيتي. الناس اللي بتشرب الكحول بيكون عندها نسبة سمنة عالية، فدي كلها حاجات بتؤدي فيما بعد ان يحصل تايب 2 دايابيتس ميليتس. طيب في اذر فاكتورز كمان بتؤدي ان يحصل دايابيتس، اول حاجه السوسيو ايكونوميك كلاس، الحاله الاقتصاديه والحاله الاجتماعيه. prevalence of diabetes is no longer related to socio economic status، يعني دلوقتي الدايابيتس بقى ملهوش علاقه بالسوسيو ايكونوميك status. في الماضي كان بيبقى احتماليه حدوثه اكبر في الناس اللي هم الهاير كلاس compared to lower class، يعني الناس الغنية كانت معرضة أكثر للدايابيتس أكثر من الناس الفقيرة، لأن الناس الغنية بتكون عايشة حياة سيدنتري، حياة كسل، وكمان بتاكل بكميات كبيرة لأن هي معاها فلوس، فبتكون معرضة أكثر إن يحصل لها دايابيتس أكثر من الناس الفقيرة. لكن دلوقتي الجريدينت اختلف بسبب تغيرات أسلوب الحياة due to advancement in industrialization and urbanization، خلاص دلوقتي بقى في تقدم وتحضر، والناس حتى دلوقتي الناس الفقيرة غيرت أسلوب حياتها، بقى في ناس كتير بتاكل الفاست فود، وبقت تبطل تعمل تمارين، فبسبب التقدم الاندستريزيشن والاربانيزيشن دي كلها حاجات خلت الناس غيرت من اسلوب حياتها وبقت معرضة اكتر ان يحصل لها دايابيتس. طيب كمان الاميونولوجيكال فاكتورز، الحاجات الامراض المناعيه او الحاجات اللي ليها علاقه بالمناعه زي التايب 1 دايابيتس ميليتس، ده سلو اوتو اميون ديزيز بيحصل على مدار سنين كتيره. طيب وكمان الفيرال انفكشنز، الاصابه بالفيروسات او العدوى بالفيروسات. The important viruses that can result in the development of diabetes، ايه هي الاصابات الفيروسيه اللي ممكن تسبب diabetes؟ المامبس والروبيلا والهيومن كوكساكي فيروس والاي ام سي فيروس اللي هو الانك اللي هو الانكفالو مايوكاردايتس فيروس،
الانكفالو مايكارديتس فيروس والمينجو فيروس 2T والريو فيروس تايب 1، كل دول بيساهموا ان يحصل تايب 1 دايابيتس ميليتس. يبقى المامبس والروبيلا، المامبس والروبيلا، المامبس والروبيلا، الاي ام سي والمينجو والريو. يبقى عندي الروبيلا والمامبس والاي ام سي والمينجو والريو والكوكزاكي بي 4، روبيلا ومامبس، مينجو وريو، اي ام سي وكوكزاكي، روبيلا ومامبس، اي ام سي ومينجو، ريو وكوكزاكي، روبيلا ومامبس، اي ام سي ومينجو، ريو وكوكزاكي. دي الفيرال انفكشنز اللي بتساهم في ان يحصل دايابيتس ميليتس تايب 1. طيب كمان البريجننسي، البريجننسي بليسز ا بيردن اون ذا بيتا سيلز اوف بانكرياس تو سيكريت مور انسولين. الأثناء الحمل بتبقى الحمل نفسه بيحفز خلايا بيتا في البنكرياس إن هي تفرز كميات أكتر من الأنسولين. وكمان لو الومن is genetically predisposed to diabetes، البنكرياس ممكن ما يبقاش قادر إن هو يميت this demand. يعني أثناء الحمل الحمل نفسه بيحط عبء على البيتا سيلز اوف بانكرياس ان هي تطلع كميات كبيرة من الانسولين. ولو الست نفسها كانت معرضة جينيا ان هي يحصل لها دايابيتس، فالانسولين مش هيقدر يطلع كميات الانسولين اللي بيجبروا الحمل على انه يطلع، فبالتالي هيحصل اجهاد للبنكرياس وما يقدرش ان هو يطلع انسولين خالص او تقل معدلات إفرازه للأنسولين، فبالتالي مع مرور الوقت تقوم يحصل لها دايابيتس. طيب الهايبرجلايسيميا دي اللي هتحصل بسبب إن الأنسولين ما بقاش قادر يفرز الكميات المطلوبة منه، هتحصل for the first time during pregnancy. تمام، لما تحصل during pregnancy بسميها الجستيشنال دايابيتس. الجستيشنال دايابيتس، يبقى الجستيشنال دايابيتس هو الدايابيتس اللي بيحصل بسبب الحمل. طيب this may or may not disappear following delivery، يعني بعد الولادة ممكن الهايبرجلايسيميا دي تختفي وترجع الست طبيعية، أو ممكن تفضل هايبرجلايسيميك تبدأ إن هي تكون diabetic على طول. لكن ال repeated pregnancies increase the likelihood of development permanent diabetes. يعني حتى لو الست بعد الولادة مستويات السكر عندها رجعت طبيعية وخلاص ما بقاش فيه دايابيتس، ممكن مع عمليات الولادة المتكررة الست دي هتبدأ إن هي يحصل لها permanent diabetes، بدل ما كان بيبقى أثناء الحمل وبعد كده هيختفي، لا هيبقى فيه permanent diabetes. طيب الـ prevention والـ care، ازاي اقدر اني احمي نفسي من اني اصاب بالسكر؟ اول حاجة الـ primary prevention، انا عايز امنع المرض من قبل ما يحصل تماما. عن طريق ايه؟ through elimination or modification of risk factors، اني اعدل على الريسك فاكتورز. اول حاجة اني احسن النيوتريشنال هابتس، ابعد عن الحلويات وابعد عن الدهون والكحول، وكمان ابعد عن الدايابيتوجينيك دراجز زي الاورال بيلز، قلنا حبوب منع الحمل والستيرويدز، وكمان اخد ريجولار اند اديكوت انتيك اوف بروتينز، اكل بروتينات بشكل معتدل، واخلي الدايت بتاعي فيه هاي انتيك اوف دايتري فايبرز، اكل الاكل اللي بيكون فيه الياف زي الفروتس والفيجيتابلز. طيب كمان maintenance of body weight by doing moderate exercise، أعمل تمارين عشان أحافظ على وزني، وكمان لو أنا عندي سمنة أبدأ إني أقللها، avoiding over nutrition and alcohol، أغير اللايف ستايل بتاعي وأبدأ إني أتمرن ومعيش sedentary life، أعمل regular exercises، maintenance of normal body weight، أحافظ على وزن الجسم الطبيعي. لو واحدة تبعد عن الأورال كونتراسبتيفز حبوب منع الحمل، وكمان الناس اللي هي بتتمرن في الجيمات وبتبدأ إن هي تكون مش طبيعية وتاخد استرويدات تبعد عنها لأنها تسبب فيما بعد دايابيتس. كمان أقلل من الفاكتورز اللي ممكن تسبب فيما بعد أثيرو سكليروزس أو تصلب شرايين زي الهايبرتنشن والسموكينج، وأقلل مستويات الكوليسترول في الدم. دي كلها حاجات لازم أعملها علشان
امنع خطر الاصابه بالدايابيتس، او امنع ان الدايابيتس يكون ليه كومبليكيشنز اكتر. طيب كمان اني اتمرن يوجا واعمل مديتيشن تامل عشان اقلل الاسترس، فبالتالي امنع ان يحصل دايابيتس. طيب ده كان البرايمري بريفنشن. بعد كده عندي السكندري بريفنشن اللي هو اني اعمل ايرلي دايجنوزس وبرومبت تريتمنت اوف دايابيتس، اني ابدا اشخص الدايابيتس بدري واعالج بدري عشان ما يحصلش كومبليكيشنز فيما بعد. طيب الايرلي دايجنوزس ده اعمله ازاي؟ عن طريق السكريننج بروسيجرز. السكريننج بروسيجرز، طيب ايه هي اهداف العلاج في مرحلة السكندري بريفنشن؟ اني امنتين نورمال بلود جلوكوز ليفل، احافظ على مستوى الجلوكوز في الدم ما يعلاش عن الطبيعي، احافظ على وزن كويس، مينتين نورمال بودي ويت. طيب البرنسبلز اوف تريتمنت، اني ابدا اعالج في مراحل مبكره، بتعتمد على ايه؟ اول حاجه الدايت الون، لو احنا لسه في مراحل مبكره جدا نعتمد على الدايت الون، اني انظم الاكل بس وهيبقى مستويات السكر عندي كويسه. طيب اخلي الاكل بتاعي عامل ازاي؟ small balanced meals more frequently، يعني اكل وجبات بشكل معتدل وتكون الوجبات خفيفة وكمان balanced، يعني يكون فيها العديد من العناصر الغذائية المتنوعة. no fast and no feast، no fast and no feast، يعني ما صومش تماما واقطع الاكل خالص واحرم نفسي من كل حاجة، ولا نو فيست يعني اني ما اعملش احتفال، ما بقاش على طول بحتفل، ما بقاش مثلا ايه بفضل اكل في الحلويات والدهون وسايب الدنيا حايمة خالص، لا يبقى نو فاست نو فيست، يعني ابقى شخص معتدل، ولا اني اقطع اكل خالص ولا اني اكل بشراهة، ابدا اكل كميات اكبر من الرو فيجيتابلز الخضروات المش مطبوخة، واقلل السيريالز اللي هي الحبوب. طيب الدايت والاورال انتي دايابيتيك دراجز، لو وصلنا لمرحله متقدمه اكتر هبدا اني بنظم اكل ومعاه باخد انتي دايابيتيك دراجز، اورال انتي دايابيتيك دراجز، لسه ما وصلتش لمرحله اني اخد حقن انسولين. طيب يبقى امشي على الدايت ريستريكشن اوف دايت واخد معاه اورال هايبو جلايسيميك دراجز، اورال هايبوجلايسيميك دراجز، دول الناس اللي عندهم تايب 2 دايابيتس. طيب دايت اند انسولين، دلوقتي وصلنا لمرحله متقدمه اكتر، ابدا اني اخد حقن انسولين برضو مع الدايت، يبقى امشي على النظام الغذائي وكمان احقن انسولين كل يوم. ده بالنسبه للناس اللي هم التايب 1 دايابيتس او المراحل المتاخره من التايب 2 دايابيتس. تمام، بالنسبة للتايب 1 أو المراحل المتأخرة من تايب 2، يبقى أمشي على الدايت وكمان يبقى في انسولين انجكشن كل يوم، عشان الناس اللي عندهم دايابيتس تايب 1 لأن هما الانسولين ما بيتفرزش عندهم تماما. The ultimate objective of the management of diabetes mellitus is to prevent complication، يعني الهدف الرئيسي من إني أظبط السكر هو إني أمنع الكومبليكيشنز بتاعته لأنها كبيرة جدا وبتعمل مشاكل خطيرة جدا، أهمها الرينال فيلير اللي بعد كده هيكون من أهم أسباب الديث. طيب بعد كده عندي التيرشري بريفنشن، ده خلاص المرض حصل والكومبليكيشنز بتاعته حصل، لكن أبدأ إني عايز أعمل ديسابيليتي ليميتيشن، أحد من الإعاقة وما أخليهاش تتطور، ما أخليش يحصل فيرذر ديسابيليتي في الناس الدايابيتكس who comes late with complications. This consists of giving an intensive treatment، أدي علاج مركز في عيادات خاصة بالدايابيتس. وبعد كده الريهابيليتيشن، إعادة التأهيل من الكومبليكيشنز اللي حصلت لمريض الدايابيتس، ده بيكون ببدأ إني أعيد تأهيل المريض اللي بالفعل حصلت له إعاقة، بقى disabled وبقى handicapped بسبب الكومبليكيشنز بتاعة الدايابيتس زي البلايندنس العمى وكمان الامبيوتيشن اوف ليج بتر القدم، أبدأ إني أركب لهم أطراف صناعية وأبدأ إني أعيد تأهلهم، أعيد تأهلهم فيزيكالي على الناحية البدنية ومنتالي عقليا وسوشيالي اجتماعيا وسايكولوجيكالي اند فوكيشنالي، يبقى اني ابدا اعمل اعاده تاهيل للشخص اللي حصل له ديسابيليتي من الدايابيتس.
كده نبقى خلصنا المحاضرة الأولى، ندخل على المحاضرة الثانية وهي محاضرة الكانسر أو السرطان. الكانسر is a most fearful disease next to AIDS and rabies، يعني هو مرض خطير وبيتخاف منه بجانب الأيدز والريبيز. طيب ايه اللي بيحصل في الكانسر؟ بيبقى فيه abnormal uncontrolled growth of the cells، بتبقى الخلايا بتنمو بشكل غير طبيعي وغير متحكم فيه. The presence of aberrations in the nucleus، بيبقى فيه خلل في النيوكليوس، وكمان الكانسر بيبقى ليه القدرة على إن هو ينفيد ال surrounding tissues وكمان ال distant organs ويعمل ما يسمى بالميتاستاسيس، إن هو بيكون بادئ في مكان وينتقل لمكان تاني. طيب eventual death of the person if the tumor has progressed beyond a certain stage at which it can be successfully removed، يعني ان لو ان الموت بيحصل لو الكانسر تطور لمراحل متقدمة جدا ما اقدرش فيه ان انا ازيله. يعني الكانسر اهم حاجة فيه ان اعمل له ايرلي دايجنوز، اكتشفه بسرعة، لان اكتشافه بسرعة بيساهم كتير في علاجه. كانسر كان اوكير ات اني سايت اني تايم in any individual، يعني الكانسر ما بيفرقش ما بين أي حد، ممكن يحصل في أي حد كبير كان أو صغير في أي وقت في أي سن. الشخص اللي عنده 2 سنين زي اللي عنده هو 50 سنة طبعا بيكون في ريسك فاكتورز للناس عن الناس، لكن بنتكلم إن هو مش ممكن، يعني مفيش حد مش ممكن يجيله، لأ ممكن يجي لأي حد، وكمان ممكن يجي في أي مكان في الجسم. طيب ال magnitude of the problem، ايه حجم مشكلة السرطان؟ an estimated 19.3 new cancer cases، بيبقى في العالم في 19.3 مليون شخص اتصابوا بحالات كانسر، وال global cancer burden is expected to be 28.4 million cases in 2040، يعني متوقع ان حالات الناس المصابة بالكانسر في 2040 توصل ل 28.4 مليون كيس، يعني 47% زيادة عن 2020. تمام، 47% معدل زيادة عن 2020. والكانسر is the second leading cause of death worldwide، يعني الكانسر أو السرطان هو السبب الثاني للوفاة، من أهم أسباب الوفاة اللي موجودة في العالم. قلنا السبب الأول هو الكارديو فاسكولار ديزيز والتاني هو الكانسر، accounting for nearly 10 million deaths in 2020، يعني في سنة 2020 في 10 مليون واحد ماتوا بسبب الكانسر. طيب ال age and sex incidence of cancer، ال age incidence يعني بيحصل في أنهي عمر الكانسر، بتكون منتشرة أكثر ما بين ال elderly people الناس الكبيرة في السن، وكمان في ال developing countries الدول النامية، وكمان ال prevalence is more among young people compared to developed countries، يعني في الدول النامية السرطان بيحصل للناس الصغيرة في السن عن الدول المتقدمة بيحصل في الناس الكبيرة في السن. ليه؟ لأن دي حاجة يعني ديموغرافيك ملهاش علاقة بالريسك فاكتورز أو حاجة، لا هي ليها علاقة بعدد الناس. ليه؟ لأن إحنا عندنا السلم بتاع الديموغرافي بتاعنا أو الهرم بتاع الديموغرافي هرم معتدل، يعني بيبقى ماشي كده الناس الصغيرة في السن، بعد كده الناس اللي بتبقى ميدل ايج، بعد كده الناس اللي هي بتكون مسنة، دي بيبقى عددها قليل. فالسرطان بيحصل للناس الصغيرة لأن الناس الصغيرة هي اللي بتمثل عدد كبير من المجتمع المصري، تمام، هي اللي بتمثل عدد كبير من المجتمع المصري، لكن في الدول المتقدمة ما بيبقوش مهتمين بالخلفة وبيبقوا مهتمين بالرعاية الصحية للكبار، فبتلاقي إن الهرم مقلوب، نسبة الناس نسبة الأطفال قليلة ونسبة الناس المسنة كبيرة، فبيبقى في الدول المتقدمة الناس المعرضة للكانسر أكتر هم الناس الكبيرة، مش عشان الريسك فاكتور، هو عشان الريسك فاكتور وعشان إن الناس المسنة دي هي أكتر ناس في المجتمع، تمام، هي أكتر ناس
في المجتمع، فهي اللي بتكون معرضة أكثر إن يحصل لها كانسر. Some cancers exhibit a bimodal age curve، يعني بيكون ليه منوالين أو منحنيين، يعني معدل الإصابة بالسرطان بيبقى جاي بالشكل ده، زايد وبعد كده بيقل بيقل لحد ما يوصل مثلا للميدل ايج، بعد كده يبدأ يزيد تاني يزيد يزيد. فهتلاقي ان الكانسر بيحصل عند الأطفال وكمان عند الناس الكبيرة، تمام؟ يبقى بيكون في اليونج ادلتس وبيكون في الاردرلي بيرسون، او مش الاطفال، هم اليونج ادلتس اللي هم فوق ال 12 15 سنة، تمام؟ دول بسميهم اليونج ادلتس والاردرلي بيرسونز، تمام؟ يبقى ده الكانسر اللي بيكون ليه باي مودال ايج كيرف. طيب زي ايه الكانسرز اللي بيكون ليها باي مودال ايج كيرف، يعني تيجي لليونج ادلتس وكمان تيجي للالدرلي بيرسون؟ حاجات زي اللوكيميا والهودجنز ديزيز والكيدني كانسر، سرطان الكليه. When cancers occur among the members of the same family, they tend to occur at an earlier age. يعني لو الكانسر وراثي أو بيمشي في العيلة، فهو الشخص بيكون معرض إن يحصل له في سن بدري عن لو ما كانش فيه عامل وراثي في العيلة. Age of onset of cancer cervix is related to age of marriage. يعني بالسن اللي هيحصل عنده السرطان بتاع عنق الرحم أو السيرفكس أو ذا يوترس، ده بيبقى مرتبط بتاريخ الزواج أو السن بتاع الزواج. كل ما الأطفال تزوج، كل ما الناس تزوجت بدري زي في الأرياف، كل ما تزوجت بدري كل ما كانت احتمالات إصابتها بالكانسر سيرفكس هتكون أكبر، تمام؟ يبقى كل لما تتجوز بدري بيكون احتمالية حدوث كانسر سيرفيكس أكبر، لأنه هو بيكون ليه علاقة بالسيكشوال أكتيفيتي. طيب السكس، cancers are more frequent among men than among women. يعني بتكون السرطانات بشكل عام منتشرة أكتر في الميلز عن الفيميلز، ما عدا الكانسرز اللي بتحصل في الريبرودكتيف organs، في الريبرودكتيف organs، وكمان الكانسرز اللي بتحصل في الثيرويد جلاند والجول بلادر. السرطانات دي بتحصل في الفيميلز اكتر، تمام؟ يبقى سرطانات الريبرودكتيف organs والثيرويد والجول بلادر دي بتحصل في الفيميلز اكتر، والسرطانات بتاعت الريبرودكتيف سيستم دي في الفيميلز بتكون 50% من نسبة السرطانات. يعني لو في ست معرضة إن هي يجيلها كانسر، بنسبة 50% الكانسر ده هيكون في الريبرودكتيف سيستم. لكن على الجانب الآخر المن اللي هم مثلا هيجيلهم كانسر في البروستيت أو في التستس، دي ناس احتمالية الإصابة من نسبة الريبرودكتيف من نسبة الكانسرز بشكل عام هي 15%. يعني لو في شخص راجل معرض إن هو يتصاب بكانسر، بنسبة 15% الكانسر ده هيكون حاجة ريبرودكتيف، سواء بروستيت أو سواء في التستس. طيب الموست كومن كانسرز، إيه هي السرطانات الأكثر انتشارا بشكل عام؟ السرطانات الأكثر انتشارا بشكل عام هي أول حاجة البريست كانسر، سرطان الثدي. ده هو أكتر سرطان منتشر في العالم بشكل عام. بشكل عام بنسبة كام أو بعدد كام؟ 2.26 مليون حالة. بيجي بعده اللونج، 2.21 مليون حالة. بعد كده الكولون والريكتم، القولون والمستقيم، 1.93 مليون حالة. بعد كده سرطان البروستاتا، 1.41 مليون حالة. بعد كده السكين اللي بتكون نون ميلانوما، السكين اللي بتكون نون ميلانوما اللي بتحصل بسبب أشعة الشمس، دي بتكون 1.2 مليون حالة. وآخر حاجة سرطان المعدة الاستومك كانسر، ده بيبقى 1.9 مليون حالة. يبقى انتشار السرطانات في العالم بشكل عام بريست، لونج، كولون اند ريكتم، بروستيت، سكين، نون ميلانوما اند ستومك. بريست، لونج، كولون اند ريكتم، بروستيت، سكين، نون ميلانوما اند ستومك. طيب
السرطانات الأكثر انتشارا بالنسبة للميل أول حاجة اللنج، لأن الميلز هم الأكثر تدخينا فهم المعرضين أكثر لللنج كانسر، بعد كده سرطان البروستاتا البروستيت، بعد كده الكولوريكتال كانسر، بعد كده الكانسر ستومك، بعد كده الليفر كانسر. يبقى لنج بروستيت كولوريكتال ستومك ليفر كانسر، لنج بروستيت كولوريكتال ستومك ليفر كانسر. طيب بالنسبة للفيميل ايه هي السرطانات الاكثر انتشارا؟ اول حاجة بريست، ده هو البريست اصلا من اكثر السرطانات انتشارا في العالم بشكل عام. طيب بيجي ايه بعد البريست؟ الكولوريكتال، بعديه اللونج، بعديه السيرفايكال اللي هو السيرفكس اوف ذا يوترس، وبعديه الثيرويد كانسر سرطان الغدة الدرقية. يبقى بالنسبة للميل لونج بروستيت كولوريكتال ستومك ليفر كانسر، والفيميل بريست كولوريكتال لونج سيرفايكال ثايرويد، بريست كولوريكتال لونج سيرفايكال ثايرويد. طيب السرطانات اللي هي بتسبب وفاة، أول حاجة اللونج، يعني الناس يعني احتمالية الوفاة من السرطان ده، الناس اللي عند يعني احتمالية الناس اللي هتموت من سرطان، السرطان الرئة هو اللي بيموت عدد ناس أكبر بعدد 1.8 مليون شخص. تمام، يبقى الناس اللي بيتعرضوا لسرطان الرئة نسبة نجاتهم منه قليلة، لأن هو بيسبب حالات وفاة كتير. يعني مثلا لو في 22 من 100 مليون شخص اتصابوا باللونج كانسر، 1.8 مليون منهم ماتوا. تمام، طيب بعد كده الكولون والريكتم، الكولون والريكتم دول بيأدوا 935,000 موت حالة وفاة. طيب يبقى الكولون والريكتم مثلا بيتصاب بيهم 1.93 من 100 مليون شخص، بيموت منهم 935,000، الليفر 830,000 ديثز، الاستومك 769,000 ديثز، البريست 685,000 ديثز. على الرغم من ان البريست كانسر هو اكثر سرطان حدوثا واكثر حاجة في معدلات الحدوث، الى ان البروجنوزس بتاعه بيكون احسن واحد ونسبة النجاة منه كبيرة ومبيموتش منه غير نسبة قليلة من نسب الإصابة. لكن على الرغم من إن اللنج حالاته أقل من البريست، إلا إن نسب الوفيات منه أعلى بكتير من البريست. طيب إيه هي أسباب الكانسرز؟ كانسر arise from the transformation of normal cells into tumor cells، يعني هو بيحصل بسبب إن الخلايا الطبيعية اللي موجودة في الجسم بتتحول لتيومر سيلز. طيب السرطان ده بيبقى عبارة عن انتر اكشن، اتحاد او تعاون ما بين البيرسونز جينيتيك فاكتور وثري كاتيجوريز اوف اكسترنال ايجنتس. يعني بيبقى ان البيرسونز جينيتيك فاكتورز العوامل الجينية اللي موجودة في الشخص بالإضافة لإكسترنال ايجنتس حاجات من بره، 3 كاتيجوريز 3 أنواع من الإكسترنال ايجنتس دول لما بيجتمعوا مع بعض بتبقى معدلات الإصابة بالكانسر أكبر. طيب تعال نقسم الإكسترنال ايجنتس دي، عندك فيزيكال كارسينوجينز، كيميكال كارسينوجينز، وبيولوجيكال كارسينوجينز. أول حاجة الفيزيكال كارسينوجينز اللي هي الحاجات المسرطنة الفيزيكال، زي ايه؟ زي الالترا فايولت راي، الاشعة الفوق بنفسجية اللي بتصدر من الشمس، دي التعرض بشكل كبير ليها دي هتؤدي لسكين كانسر، وكمان الايونايزنج راديشن الاشعة المتأينة زي اشعة الاكس راي. طيب عندي بعد كده الكيميكال كارسينوجينز، الكيميكال كارسينوجينز اللي هي مواد كيميائية هتزيد من معدل الاصابة بالسرطانات، زي الأسبستوس، دي مادة من مواد البناء بيستخدم في بناء الأسطح، وكمان مكونات التوباكو سموك اللي هو التبغ، التبغ ده من الكيميكال كارسينوجينز، وكمان الأفلاتوكسين ده توكسين بيلوث الطعام بيخرج عن طريق فطر الأسبرجيلوس، وكمان الأرسينيك الخرصين ده بيبقى من ملوثات المية. كل دي حاجات كيميكال ممكن تسبب سرطانات، يبقى الأسبستوس والتوباكو سموك
والأفلاتوكسين والأرسينيك. الأرسينيك بيبقى من ملوثات المية، والأفلاتوكسين بيبقى من ملوثات الطعام. يبقى الفيزيكال كارسينوجينز الترا فايولت وايونايزنج راديشنز، الكيميكال اسبستوس توباكو افلاتوكسين وارسينيك. عندي بعد كده البيولوجيكال كارسينوجينز. البيولوجيكال كارسينوجينز زي ايه؟ زي الانفكشنز، العدوى، زي الانفكشنز زي ايه؟ زي الفيروسز والبكتيريا والبارازايتس. دي كلها حاجات ممكن فيما بعد تسبب سرطانات. 80% من الكانسرز اللي بتحصل بيكون ليها علاقة بالتدخين وإيه اللي بناكله وبنشربه. يعني الأكل والشرب والتدخين دي حاجات بتساهم بنسبة أكبر في حدوث السرطانات بنسبة 80%. يعني لو ظبطت أكل وشرب وفي حاجات معينة ابتعدت عنها وبطلت استخدام التبغ سواء تدخين أو سواء اللبان، لبان التبغ، لو بعدت عن الحاجات دي وظبطت الأكل، فاحتمالية إصابتي بالكانسرز هتقل بشكل كبير جدا، لأن 80% من الكانسرز اللي بتحصل بسبب التباكو والحاجات اللي بناكلها وبنشربها. To what we eat and drink or to a lesser extent to exposure to radiation بنسبة أقل بتحصل بسبب التعرض للإشعاع أو الكارسينوجينز in the environment and the workplace. Some people are more sensitive than others to risk factors to factors than that can cause cancers. يعني في ناس بتكون متحسسة أكتر لأعراض لفاكتورز معينة فتخليها يجيلها سرطان، وناس لا. يعني شخصين تعرضوا لنفس كمية الراديشن، بس شخص جاله كانسر وشخص ما جالهوش كانسر. اللي جاله كانسر ده كان مور سنسيتيف، كان حساس اكثر للاشعاع، فحصل عنده هو الكانسر والشخص التاني ما حصلهوش. طيب الريسك فاكتورز، عوامل الخطر اللي هتزيد من معدلات الاصابه او احتمالات الاصابه بالكانسر. اول حاجه التبغ سواء تدخين او سواء لبان. التوباكو سموكينج ده is the main known cause of human cancer، هو أهم سبب معروف بيسبب سرطانات أو بيسبب الكانسر related deaths. طيب تمام. In general the relative risk of lung cancer due to smoking is of the order of 10 to as high as 20 times. يعني الناس اللي بتدخن معرضة أكثر إن هي يحصل لها سرطانات 10 ل 20 مرة أكثر من الناس اللي ما بتدخنش. تمام؟ يبقى الناس اللي هي بتدخن، الناس المدخنة معرضة بنسبة 10 ل 20 ضعف أكتر إن يحصل لها كانسر عن الناس الغير مدخنة. In addition to lung, tobacco also causes cancers of the larynx, oral cavity, pharynx, esophagus, pancreas, kidney and bladder. يعني زي ما التباكو التبغ بيعمل سرطان الرئة، كمان بيعمل سرطان في الحنجرة وسرطان في الأورال كافيتي وفي الفارينكس وفي الأسوفجس وفي البنكرياس وفي الكيني وفي البلاتر. تمام؟ يبقى التباكو ما بيعملش بس لونج كانسر، لا بيعمل لارينكس وأورال كافيتي وفارينكس وأسوفجيال وبنكرياتيك ورينال وسيستيك كانسر. طيب تمام. A common feature of lung and other smoking-induced cancer is the decreased risk which follows smoking cessation. يعني إن لما أنت بتبطل تدخن ده بيقلل من احتمالات إصابتك بالسرطان. أنت دلوقتي وأنت لما كنت شخص مدخن كانت احتمالية إنك تتصاب بالسرطان زي ما قلنا 10 ل 20 ضعف أكتر من الناس الغير مدخنة، لكن لما تبطل تدخين هتقل معدلات الإصابة دي أو هيقل عامل الخطر ده، لكن برضو مهما حصل مش هيوصل لمعدل الناس اللي ما دخنتش قبل كده. يعني أنت هتبقى حاجة من بين البنين، ولا معدلات إصابتك زي اللي بيدخن ولا معدلات إصابتك زي اللي ما دخنش خالص في حياته. يبقى الريسك بتاع الاكس سموكرز doesn't decrease to that for never smokers. يعني شخص ما دخنش في حياته ولا تعرض للتدخين ابدا ليه معدلات اصابة. شخص كان بيدخن كان ليه معدلات اصابة اعلى بكتير، بطل تدخين
هتقل معدلات إصابته، لكن استحالة يوصل للشخص اللي عمره ما دخن ولا تعرض للدخان في حياته بطريقة أو بأخرى، لأن التدخين ساب في الشخص ده حاجات irreversible في اللنج، مهما حصل مش هترجع. تمام؟ طيب other cancer types may be consequence of smoking. These include cancer of stomach, liver, nose and myeloid leukemia. دي حاجات تبعيات للسموكينج، للتدخين. ممكن يبقى من ضمنها الاستومك كانسر والليفر كانسر والنوز كانسر والمايلويد لوكيميا. وكمان التعرض للدخان يعني passive smoking، التدخين السلبي دي كمان ناس بتكون معرضة أكثر إن يحصل لها سرطانات أكثر من الناس اللي ما تعرضتش للدخان أبدا في حياتها، بنسبة 1.15% ل1.2 أكتر إن هم يحصل لهم سرطانات. تمام؟ يحصل لهم سواء لانج كانسر او لارينجيال كانسر. يبقى الناس اللي بتتعرض لتدخين سلبي بتقعد جنب ناس مدخنين معرضين اكثر ان هم يتصابوا بكانسرز بنسبة بمعدل 1.15 ل1.2 اكثر من الناس اللي ما تعرضتش للتدخين. يبقى الناس المدخنة معرضة بنسبة 10 ل20 ضعف، لكن الناس اللي هي بتتعرض للتدخين السلبي 1.15% ل1.2. وقلنا المدخنين لو بطلوا تدخين هتقل معدلات الإصابة لكن مش هتوصل للنيفر سموكرز. طيب كمان مش شرط إني آخد التوباكو أو التبغ في شكل تدخين، لا ممكن يكون سموكلس توباكو. طيب the commonest being tobacco chewing as quid، في نوع من التبغ بيبقى في شكل بان بيتسمى المضغة أو الكويد. الكويد ده بيبقى تبغ في شكل لبان بيتمضغ. طيب استهلاك التبغ ده بيكون مرتبط بإن يحصل هيد ونيك كانسر، سرطان في الهيد وسرطان في النيك، particularly oral cancer. يبقى الهيد and نيك كانسر. الناس اللي بتاخد السموكلس توباكو بتمضغ لبان التبغ ده بتكون معرضة أكثر للهيد أند نيك كانسر، هيد أند نيك كانسر. طيب كمان الألكوهول درينكينج، شرب الكحوليات ده يعرض الشخص أكتر إن هو يحصل له أورال وأسوفجيال وليفر كانسر. أورال وأسوفجيال وليفر كانسر دي كلها حاجات الألكوهول درينكينج هيعرض الناس ليها أكتر. طيب تمام، وكمان بيساهم في حدوث البريست كانسر للستات اللي بتشرب كحول، وكمان الكولون والريكتال كانسر. الكولون والريكتال كانسر. طيب الالكوهول drinking is estimated to be involved in the etiology of 3% of all cancers. يعني الالكوهول بيسبب 3% من اجمالي عدد السرطانات اللي بيحصل في العالم. يعني لو في 100 حالة سرطان حصلت، 3 أشخاص منهم كان سببهم شرب الكحوليات. طيب 3% دي بشكل عام بتتقسم على أساس إيه؟ 4% من الرجالة و2% من الستات. يعني لو في 100 راجل قدامي عندهم كانسر، 4 منهم حصل لهم بسبب شرب الكحول، ولو في قدامي 100 واحدة عندهم كانسر، 2 منهم حصل لهم الكانسر بسبب شرب الكحول. وبالنسبة العامة بالمجمل 3% من حالات السرطان بشكل عام سواء رجالة أو ستات. طيب in women approximately half of the neoplasm attributed to alcohol drinking are breast cancers. يبقى 2% دول قلنا قدامي 100 واحدة، هل ان مصابين بكانسر، هل ان 2 منهم مصابين مصابين بالكانسر بسبب شرب الكحول. طيب الاتنين دول هل واحدة منهم مصابة بالبريست كانسر؟ يعني نص عدد الناس المصابة بالكانسر بسبب الكحول بيبقى عندهم بريست كانسر. تمام؟ طيب الاوكيوبيشنال اكسبوجر، ات بريزنت 25 chemicals or mixtures for which exposures are mostly occupational. إنك تتعرض لحاجات carcinogens تسبب عندك سرطان في الوظيفة بتاعتك، زي إيه؟ زي الأسبستوس والنيكل والكادميوم، النيكل والكادميوم واليورانيوم والرادون والفينايل كلورايد والبنزيدين والبنزين،
كل دول حاجات بتبقى كارسينوجينز الناس بتتعرض ليها في الأماكن بتاعة عملها، لو بتشتغل عمال أو بتشتغل مهندسين مثلا في مناطق فيها مناجم أو حاجة فبتتعرض للمواد دي، المواد دي بتكون كارسينوجينز، يبقى الأسبستوس والنيكل والكادميوم واليورانيوم والرادون والفينايل كلورايد والبنزيدين والبنزين. الأسبستوس والنيكل والكادميوم واليورانيوم والرادون والفينايل كلورايد والبنزيدين والبنزين دي كلها حاجات كارسينوجينز بتكون في الورك بليس أو أماكن العمل. طيب الانفيرومنتال بوليوشن، الانفيرومنتال بوليوشن التلوث البيئي، إن بيبقى فيه contaminants of air, water and soil، بيبقى فيه ملوثات للهواء والمية والتربة، دي بتبقى مسببة للسرطانات فيما بعد. طيب تمام، الكارسينوجينيك بوليوتنتس الملوثات البيئية اللي بتعرض الناس للسرطان بتبقى زي برضو الأسبستوس، لكن هنا بتكلم عن التعرض للأسبستوس وهو موجود في البيئة ملهوش علاقة بالأوكيوبيشنال اكسبوجر، يبقى هنا بتكلم عن النون أوكيوبيشنال اكسبوجر، لأن مادة الأسبستوس ممكن تلاقيها موجودة في البيئة عادي، فيبقى التعرض للأسبستوس في البيئة ده بصنفه تحت التلوث البيئي، لكن لو شخص تعرض للأسبستوس في شغله ده كده بسميه من ضمن الأوكيوبيشنال هازاردز. تمام طيب التوكسيك ايجنتس ان اربان اير، البوليوتنتس الملوثات والكولورينيشن باي برودكتس اند اذر كونتامينانتس اوف درينكينج ووتر، ان الميه بيكون فيها كلور ده بيؤدي ان يحصل سرطانات. Various studies suggest that the environmental pollution accounts for 1-4% of the total burden of cancer in developed countries. يعني في الدول المتقدمة التلوث البيئي بيساهم في 1 لـ 4% من توتال السرطانات اللي بتحصل في الدول المتقدمة، يعني لو في دولة متقدمة 100 شخص عندهم كانسر، 1 لـ 4 أشخاص منهم حصل لهم الكانسر ده بسبب الـ environmental pollution. طيب عندي بعد كده الـ food contaminants ملوثات الطعام، food may be contaminated by mycotoxin by mycotoxins، التوكسنز اللي هي بتنتج من فانجاي، من أهم التوكسنز دي الأفلاتوكسن اللي هو بيكون موجود في الفود في المناطق الحارة والرطبة الـ hot and humid parts of the world with diets based on maize and ground nuts with diets based upon maize and ground nuts. يبقى بينمو في الميز والجراوند نوتس اللي هي البيناتس في المناطق الحارة والرطبة، بيكون موجودة فيها فطر الأسبرجيلاس بيطلع الأفلاتوكسينز. طيب تمام، أفلاتوكسينز زي ما قلنا are products of the Aspergillus fungi and particularly accumulate during storage of grains، بيتجمعوا في أثناء تخزين الحبوب. Together, aflatoxin exposure and HB infection are the main risk factors accounting for high incidence of hepatocellular carcinoma. يعني لو شخص تعرض للأفلاتوكسين وكمان عنده هيباتيتس بي ده هيكون شخص معرض أكتر، عنده هاي انسيدنس إن يحصل له هيباتوسيلولار كارسينوما سرطان الكبد. يبقى لو شخص عنده هيباتيتس بي وتعرض للأفلاتوكسين هيبقى نسبة تعرضه للهيباتوسيلولار كارسينوما كبيرة جدا. certain organochlorines يعني الحاجات اللي بيبقى فيها كلورينز بتبقى organic chlorines أو organochlorines زي اللي بتبقى موجودة في المبيدات الحشرية زي الدي دي تي، الدي دي تي ده نوع مبيد حشري بيكون فيه organochloride أو organochlorines ده بيبقى carcinogen بيخلي الشخص معرض أكثر إن هو يصاب بسرطانات، and other pesticides مبيدات حشرية تانية غير ال DDT بتزود احتماليات حدوث البنكرياتيك كانسر والبريست كانسر والليمفوما واللوكيميا. طيب كمان الراديشن التعرض للإشعاع سواء من الاندستريال أو الميديكال سورسز، الناس اللي هي بتشتغل في معامل الأشعة دي بتكون معرضة للإشعاع بشكل كبير، فاحتمالية إن هي تصاب بسرطانات كبيرة جدا. can cause a variety of neoplasms من ضمنها إيه اللوكيميا والبريست كانسر والثيرويد كانسر، اللوكيميا والبريست كانسر والثيرويد
كانسر extremely low frequency electromagnetic fields generated by electrical power transmission have been associated with an increased risk of childhood leukemia. يعني المجال الكهرومغناطيسي اللي بينشأ من الطاقة الكهربية اللي حوالينا ده بيساهم في حدوث سرطانات زي ال childhood leukemia. عشان كده بنوصي ما نخليش الأطفال يمسكوا التليفونات ويتعرضوا لشاشات التلفزيون بشكل كبير جدا، لأن بيطلع منها طاقة كهربية بيتولد حواليها مجال كهرومغناطيسي بيعرض الأطفال أكتر إن هم يحصل لهم لوكيميا. طيب كمان السونلايت، ضوء الشمس، طبعا ضوء الشمس احنا بنحتاجه عشان الفيتامين دي، لكن ما زاد على حده انقلب إلى ضده. الالترا فايولت راديشن from the sun and other sources زي ال sun lamps و tanning booths اللي هي حمامات الشمس للناس اللي في الدول المتقدمة بتبقى عايزة تعمل تان، عايزة تاخد اللون البرونزي فبيتعرضوا للشمس دي، الحاجات أو حمامات الشمس دي كلها حاجات ممكن تؤدي لسكين كانسر، تؤدي لسرطان في الجلد. يبقى الالترا فايولت راديشن الأشعة فوق البنفسجية اللي بتنتج عن الصن لامبس والتانينج بوث دي بتبقى بتسبب سكين كانسر. طيب كمان الكرونيك انفكشنز، الكرونيك انفكشنز الأمراض المزمنة بتسبب كانسر، السرطانات بنسبة 18% of cases worldwide and the majority occurring in developing countries. يعني 18% من الناس اللي عندها cancers حصل لها الكانسر ده بسبب الكرونيك انفكشنز، وأغلبية ال 18% دول بيكون موجودين في الدول النامية developing countries. طيب the most frequently affected organs organ sites are الليفر والسيرفكس والسيرفكس يوتراي والليمفويد تيشو والاستومك واليوريناري سيستم. طيب تعال نعرف ايه اللي بيسببهم. عندي الكرونيك انفكشنز اللي بتحصل في الليفر وفيما بعد بتسبب كانسرز، مين بيكون سببها؟ الهيباتيتس بي وسي والليفر فلوكس اللي هما الفاشيولا سواء هيباتيكا او جايجانتيكا. تمام، يبقى الهيباتيتس بي وسي والليفر فلوكس اللي هما بارازايت الفاشيولا ده بيحصل في الليفر. الكرونيك انفكشنز دي اللي بتحصل في الليفر سواء هيباتيتس بي او سي او ليفر فلوكس دي فيما بعد هتؤدي لهيباتوسيلولار كارسينوما. طيب السيرفكس يوتراي عنق الرحم ده بيسبب كرونيك انفكشن في الهيومن بابيلوما فيروس، يبقى الهيومن بابيلوما فيروس بيسبب كرونيك انفكشن في السيرفكس يوتراي يؤدي فيما بعد ان يحصل كانسر سيرفكس، يبقى الهيومن بابيلوما فيروس بيساهم في حدوث الكانسر سيرفكس. طيب ممكن يحصل كانسر في الليمفويد تيشو، مين هيعمل كرونيك انفكشن في الليمفويد تيشو؟ فيروس الابشتاين بار، الابشتاين بار فيروس، الابشتاين بار فيروس ده هيعمل كرونيك انفكشن للليمفويد تيشوز وفيما بعد هيؤدي ان يحصل كانسر في الليمفويد تيشوز. طيب ممكن يحصل انفكشن في الاستومك عن طريق الهليكوباكتر بايلوري، الهليكوباكتر بايلوري هتعمل انفكشن في الاستومك وفيما بعد تؤدي ان يحصل كانسر استومك. طيب كمان في اليورينري سيستم ممكن الشيستوزوما هيماتوبيا، الشيستوزوما هيماتوبيا هتصيب اليورينري سيستم وتؤدي لكرونيك انفكشن في اليورينري بلادر فيما بعد تعرض الشخص لخطر اكبر ان هو يحصل له كانسر في البلادر. The mechanism of carcinogenicity by infectious agent may be direct mediated by oncogenic proteins produced by the agent. يعني ان الايجنت او الانفكشن ده بيعمل السرطان بشكل مباشر او غير مباشر. طيب بشكل مباشر زي ايه؟ ان الايجنت نفسه بيطلع اونكوجينيك بروتينز، بيطلع بروتينات مسرطنة، بيطلع اونكوجينيك بروتينز، بروتينات مسرطنة تخلي يحصل سرطان زي ايه؟ زي الهيومن بابيلوما فيروس، هو بنفسه بيطلع اونكوجينيك بروتينز يخلي يحصل كانسر سيرفيكس. او حاجة اندايركت ان هو شغال بيدمر في المكان اللي هو فيه ده فيحصل تيشو نكروزس، وبعد لما يحصل تيشو نكروزس يبدأ يحصل ريجينريشن، في عملية الريجينريشن يبدأ ان يحصل ابنورمال جروث ويحصل المالجنانسي. يبقى الكرونيك انفكشن هيعمل كرونيك انفلاميشن، مع الكرونيك انفلاميشن هيحصل تيشو نكروزس، بعد كده الجسم يبدأ يحاول يصلح يعمل ريجينريشن، اثناء الريجينريشن يحصل ابنورمال جروث للسيلز
ويحصل الكانسر. طيب الـ diet and nutrition, it's estimated up to 300% of human cancers are probably related to diet and nutrition. يعني 30% من حالات الكانسر بتكون متعلقة بنوع الأكل أو نوع الغذاء اللي الناس بتاكله، بتبقى متعلقة بالدايت والنيوتريشن. طيب الـ epidemiological studies suggest that different dietary patterns may be specifically related to a higher risk of particular types of cancers. يعني في أنواع معينة من الدايتس اللي الناس بتمشي عليها بتزيد من حدوث أنواع معينة من الكانسرز. The Western diet and lifestyle are generally associated with high incidence of cancers of colorectum, breast, prostate, endometrium. يعني في النظام الغذاء الغربي أو النظام الغذائي الغربي، دي ناس عايشة حياة الفاست فود والحياة السيدنتري، حياة الكسل، ناس دايما زي ما بنقول بتاكل فاست فود وأكل فيه ساتوريتد فات وأكل فيه هاي شوجر. دي الناس دي بتكون معرضة أكتر إن هي يحصل لها سرطانات في الكولوريكتم والبريست والبروستيت والإندوميتريم، لكن بيكون عندها معدلات أقل من سرطانات الاستومك والإسوفجس والليفر والسيرفكس يوتراي. يعني الناس اللي هي ماشية على الويسترن دايت، نظام الأكل الغربي ده أو نظام الغذاء الغربي، بتكون معرضة أكثر إن يحصل لها سرطان الكولوريكتم والبريست والبروستيت والإندوميتريوم، لكن ما بتكونش معرضة أوي إن يحصل لها سرطان الاستومك والأسوفجس والليفر والسيرفيكس يوتراي. مش معرضة إن يحصل لها الكانسر with lower incidence of cancers of the stomach, esophagus, liver and cervix uteri. Based on available evidence, the major factors in diet related to cancers are vegetables and fruits. Adequate consumption of vegetables and fruits يعني استهلاك الخضار والفواكه بكميات معينة وكميات معقولة بتقلل معدلات الإصابة بسرطانات الفارينكس واللارينكس واللونج والأسوفجس والاستومك والسيرفكس يوتراي. لكن أكل الفيجيتابلز الخضروات بس من غير الفواكه بتحمي ضد الكانسرز اوف كولون اند ريكتوم بس. يبقى أكل الخضروات والفواكه مع بعض بيحمي من سرطان الفارينكس واللارينكس واللونج والأسوفجس والاستومك والسيرفكس يوتراي، لكن أكل الخضروات بس من غير الفواكه بيحمي ضد الكانسر كولون والكانسر ريكتوم بس. Large scale studies confirm these observations suggesting for example that a daily consumption of 500 gram of fruits and vegetables can decrease incidence of cancer of the digestive tract by as much as 2500%. يعني الدراسات أثبتت إن الناس اللي بتاكل يوميا 500 جرام من الفواكه والخضروات، يعني نص كيلو فواكه وخضروات متنوعة من كذا نوع، دي ناس بيقل عندها احتمالية حدوث سرطان بنسبة 25%. تمام، يبقى الناس اللي بتاكل يوميا 500 جرام من الفواكه والخضروات بيقل عندها احتمالية الإصابة بسرطانات بنسبة 25%. Salt and salt preserved, salted, pickled and preserved food اللي بيكون مليء بالسولت بالملح والنيترات والبريفورمد ان نيتروزو كومباوندز، كل دي حاجات بتعرض الشخص اكثر ان هو يحصل له جاستريك كانسرز. يبقى الاكل اللي فيه ملح سولتد او البيكلد المخلل وكمان البريزيرفد فودز اللي هو الاكل اللي بيكون فيه مواد حافظه وبيكون فيه ملح ونيترات وبريفورمد ان نيتروزو كومباوند، دي كلها حاجات بتسبب الجاستريك كانسرز. Such high salt intake together with Helicobacter pylori infection may contribute to the development of atrophic gastritis and hence gastric cancer. يعني الأكل اللي بيكون فيه كميات كبيرة من الملح بالإضافة إن الشخص يكون عنده H. pylori infection، ده يؤدي إن الشخص ده يحصل له atrophic gastritis وفيما بعد gastric cancers. يعني دلوقتي الشخص اللي مصاب بهليكوباكتر بايلوري بنصحه ان هو يقلل ملح، لان الهليكوباكتر بايلوري مع كميات الملح الكبيره هاي سولت انتيك هيؤدي ان يحصل اتروفيك جاسترايتس
وبالتالي يحصل جاستريك كانسر. طيب الميت، اللحوم، تناول اللحوم الحمراء زي البيف اللحم البقري واللامب لحم الخرفان والبورك لحم الخنزير والبروسيسد ميت اللي هو الهام والسلامي والبيكن واللانشون والحاجات دي، دي كلها حاجات بتزيد من خطر الإصابة بالكولوريكتال كانسر. الكولوريكتال كانسر يبقى اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة، الريد ميت والبروسيسد ميت زي الهام والسلامي والبيكن واللانشون والحاجات دي. طيب الريفايند شوجرز، الريفايند شوجرز زيادة الكونسومشن بتاع السيمبل شوجرز سواء مونو ساكرايدز أو داي ساكرايدز، ده هيزيد من احتمالية الإصابة بالكولوريكتال كانسر. لكن استهلاك الكومبلكس بولي ساكرايدز، البولي ساكرايدز المعقدة والنون ستارش بولي ساكرايدز وكمان الفايبرز أو الألياف بتقلل احتمالية الإصابة بالكولوريكتال كانسر. يبقى السكريات البسيطة المونوساكرايدز والدايساكرايدز دي بتزيد احتمالية الإصابة بالكولوريكتال كانسر، لكن الكومبلكس بوليساكرايدز السكريات العديدة المعقدة وكمان البوليساكرايدز اللي مصدرها مش نشا النون ستارش بوليساكرايدز وكمان الفايبرز الألياف دي كلها حاجات بتقلل من معدلات الإصابة بالكولوريكتال كانسر. طيب كمان الهاي اوفرول فات والساتوريتد فات انتيك، تناول الدهون المشبعه، ده طبعا كل لما يحصل كونسومشن اكتر اوف فاتس اوف انيمال اوريجين ده هيسبب ان يحصل كولوريكتال كانسر بمعدلات اكبر ما عدا الفيش، السمك، السمك ما بيأديش ان يحصل سرطان، كل سمك براحتك، لكن حاول تبعد عن الفات اللي من مصادر حيوانية تانية لأن هو بيساهم أكتر في حدوث الكولوريكتال كانسر. كمان الفود أديتيفز اللي هي الحاجات اللي بتضاف على الأكل زي المواد الحافظة وملونات الطعام والحاجات اللي هي بتحافظ على الأكل فريش لفترة أطول، دي حاجات بتسبب سرطانات لكن بنسبة ضئيلة جدا. The proportion of dietary related cancer considered attributable to food additives is very low، يعني نسبة السرطانات اللي بتحصل نتيجة مضيفات الطعام دي أو الحاجات اللي بتضاف على الطعام بتكون نسبة قليلة جدا. طيب كمان المايكرونيوتريانتس، المايكرونيوتريانتس اللي هي الفيتامينات، فيتامينات زي الفيتامين A اللي هو الريتينول والفيتامين E والفيتامين C وبعض من الفيتامين B، بعض من الفيتامينات اللي هي تحت عائلة الفيتامين B زي الفوليك أسيد والفيتامين B6، ودي كلها حاجات ليها بروتكتيف افكتس فور سام كانسرز، يعني بتحمي ضد سرطانات معينة. يبقى المايكرونيوتريانتس الفيتامين A اللي هو الريتينول والفيتامين E وC وبعض من الفيتامين بي اللي هم البي فيتامينز زي الفوليك اسيد والبي 6، دي كلها حاجات بتحمي ضد سرطانات معينة. طيب الاوفر ويت والاوبيزيتي اند ريديوسد فيزيكال اكتيفيتي، الويسترن تايب اوف دايت قلنا اللي هو النظام الغربي من الدايت اللي هو بيكون فيه هاي كالوري فود ريتش ان انيمال فات اند بروتين وكمان بيكون مختلط بالسيدنتري لايف ستايل، حياة الكسل والانرجي امبالانس والاوبيزيتي السمنة، ده كله بيزيد من معدلات الاصابة بالكولون كانسر والبريست كانسر والبروستيت كانسر والاندوميتريال اند اذر كانسرز. طيب الماجوريتي اوف ستاديز يعني الدراسات اثبتت ان الاوبيزيتي السمنه related to various alterations in plasma levels of total and bioavailable sex steroids، يعني السمنه بتؤدي ان يحصل خلل في الهرمونات الجنسيه الموجوده في الجسم، فبالتالي هتزيد من معدل الاصابه بالاندوميتريال كانسر وكمان البريست كانسر في الستات البوست مينوبوزال. يبقى السمنة في الستات البوست مينوبوزال بتؤدي ان هي يحصل alterations في البلازما ليفلز والتوتال بايو افيلابل اوف 6 ستيرويدز الاسترويدات الجنسية، لما يكون في obesity ويحصل الالتريشن ده في الستات البوست مينوبوزال هيكونوا معرضين اكتر لاندوميتريال كانسر وبريست كانسر. طيب بعد كده الكلوز ريلاتيفز with certain types of cancer، يعني اللي هو العوامل
الوراثية، الناس اللي ليك معاهم صلة قرابة ومصابين بكانسر. A small number of cancers من ضمنهم الميلانوما وكانسرز of breast, ovary and colon tend to occur more often in some families، يعني بتجري في العائلات وبتكون وراثية، الميلانوما وسرطان الثدي والأوفري وكمان الكولون. طيب it's not always clear whether a pattern of cancer in a family due to heredity factors in the family's environment or chance. الجينيتك susceptibility ان بيكون الناس دي عندها جينات بتعرضها اكثر ان هي يحصل لها سرطان، زي الانهيريتد كانسر سيندرومز زي الريتينوبلاستوما والنيوروفايبروماستوزيس، usually involving germ line mutation in tumor suppressor or DNA repair genes. يعني الناس دي بتتولد بخلل جيني ان التيومر سبريسور جين مش موجود عندهم او الدي ان اي ريبير جينز مش موجودة عندهم، فلو حصل خلل في الدي ان اي مش هيعرفوا يصلحوه، فبيكون عندهم احتمالية اكبر انهم يتصابوا بالسرطانات دي زي ايه، الريتينوبلاستوما والنيوروفايبروماتوزس. الريتينوبلاستوما والنيوروفايبروماتوزس. طيب والاحتمالية دي بتقدر ب4% من الأول كانسرز، يعني 4% من الناس اللي عندهم سرطان بيكونوا بسبب inherited cancer syndromes، وكمان ال inherited mutations of the BRCA1 gene account for small proportion of all breast cancer. يعني الناس اللي بيكون عندها خلل في الجين اللي هو BRCA1 دول بيكون فيهم نسبة قليلة بتتعرض ل البريست كانسرز، بتكون معرضة أكثر إن يحصل لها بريست كانسرز. But affected family members have a greater than 700% lifetime risk of developing breast or ovarian cancer. بقى العيلة معرضة أكتر إن هي يحصل لها بريست كانسر or ovarian cancer. ال environmental factors may modify the cancer risk of individuals affected by inherited cancer syndromes. يعني كمان العوامل البيئية ممكن تساعد العوامل الوراثية وتزيد من معدلات الإصابة بالكانسر. طيب بعد كده ال reproductive factors and hormones. ال female sex hormone metabolism وال reproductive factors and menopausal status دي كلها حاجات بتؤثر على ان يحصل endometrial cancer, ovarian cancer وكمان breast cancer. endometrial, ovarian and breast cancer. وكمان استخدام ال oral contraceptives حبوب منع الحمل ده هيؤدي لزيادة بسيطة في احتمالية الحدوث لل breast cancer. يعني الناس اللي بتاخد oral contraceptives دي عندها احتمالية اكبر شوية إن يحصل لها breast cancer but is protective against ovarian and endometrial cancers. يعني الناس اللي الستات اللي بتاخد oral contraceptives عندها احتمالية أكبر إن هي تصاب ببريست كانسر، لكن في المقابل عندها احتمالية أقل إن هي تصاب بovarian and endometrial cancers. يعني الاورال contraceptives بتحمي ضد الاوفاريان والاندوميتريال كانسرز. والهرمون replacement therapy is associated with increases in risk of breast and endometrial cancer. الناس اللي هي بتاخد علاج بالهرمونات بتاخد هرمونات دول بيكون معرضين أكثر إن يحصل لهم البريست كانسر والإندوميتريال كانسر. طيب إزاي أعمل prevention للكانسر؟ إزاي أمنع حدوثه؟ هنبدأ أول حاجة معايا وهي البرايمري بريفنشن، اللي هو أنا عايز أمنع المرض قبل ما يحصل تماما. أول حاجة الهيلث بروموشن أو الهيلث إديوكيشن، إني أعمل encourage research for etiology risk factors diagnosis، يعني إني أشجع الأبحاث وأصرف عليها الأبحاث اللي هي بتدرس عن أسباب السرطانات والريسك فاكتورز بتاعتها والطرق الدياجنوز بتاعتها، أصرف على الأبحاث دي وأشجعها عشان يكون الطب عندي متقدم وأقدر إني أشخص السرطانات بدري وأقدر إني أعالجها بشكل أحسن. health education for public، أعلم الناس وأفهمهم إيه هي الأضرار بتاعة السرطان وإيه الريسك فاكتورز بتاعته وإيه الحاجات اللي المفروض ما نعملهاش ونبتعد عنها وإزاي المفروض نحسن من اللايف ستايل بتاعنا وناكل أكل كويس عشان ما يجيلناش كانسر. monitoring for cancer registry، monitoring for cancer registry. طيب دي كلها كانت حاجات عامة،
نبدأ بقى نشوف السبيسيفيك بروتكشن، اللي هي الحاجات اللي أبدأ أعملها عشان أقلل معدلات الإصابة بالكانسر. أول حاجة not using tobacco، ما استخدمش التبغ سواء كان سموك أو سموكلس، يعني سواء كان تدخين في السجاير أو سواء كان مضغ. أبعد عن استخدام التباكو بشكل كامل. maintaining a healthy body weight، أحافظ على وزن صحي. eating a healthy diet، أبقى باكل أكل كويس يكون فيه فواكه وفيجيتابلز ويكون قليل في نسبة الفات أو الدهون. أعمل physical activity، أتمرن بمعدلات ثابتة أو on a regular basis، يعني أفضل أتمرن بمعدلات ثابتة، مع أعيش sedentary life، ما أقعدش كده كسول وخامل. avoiding harmful use of alcohol، ما استخدمش الكحول أو مشربش كحوليات. getting vaccinated against human papilloma virus and hepatitis B if you belong to a group for which vaccination is recommended، يعني إنك تبدأ تاخد الفاكسين بتاع الهيومن بابيلوما فيروس والهيباتيتس بي، لان هم زي ما قلنا بيعملوا بعد كده سرطانات. الهيباتيتس بي بيعمل هيباتوسيلولار كارسينوما، والهيومن بابيلوما فيروس بيعمل كانسر سيرفيكس، فانا اخد الفاكسين ضدهم عشان ما يحصليش الانفكشن وبالتالي ما يحصليش الكانسر. دي حاجات ليها فاكسين فانا اخد الفاكسين بتاعها. avoiding ultraviolet radiation، ابعد عن الالترافايولت راديشن من اشعه الشمس، الاشعه فوق البنفسجيه اللي بتطلع بشكل اساسي من التعرض للشمس. reducing exposure as far as possible to ionizing radiation through occupational or medical diagnostic images، يعني ابعد قدر المستطاع عن الأشعة التأيونية اللي هي أو الأشعة المتأينة اللي هي أشعة الإكس راي، أحاول قدر المستطاع إني أبعد عنها. سواء في الوظيفة، الناس اللي بتشتغل في معامل التحليل تحاول على قد ما تقدر إن هي تبعد عن الإشعاع عشان ما تصابش بكانسر، أو ميديكال دايجنوستيك إيميدجينج، يعني إني ما ببقاش بعمل أشعات إكس راي عمال على بطال، تمام؟ لازم أعملها كل فين وفين وأثناء واعملها للحاجة الشديدة، تمام؟ ما بقاش شغال على طول بعمل أشعات إكس راي أشعات إكس راي، كده هبقى معرض أكتر إن يحصل لي كانسر. reducing exposure to outdoor air pollution، ما تعرضش للتلوث البيئي بتاع الهواء، and indoor air pollution سواء إن الهواء ده متلوث بره البيت أو جوه البيت أحاول إني أبعد عنه. التلوث ده من ضمنه إيه؟ الرادون والراديو اكتيف جاز اللي بينتج عن الناتشورال ديكاي اوف يورانيوم، اللي هو الغاز المشع اللي بينتج عن اليورانيوم ده، احاول اني ابعد عنه لو كنت انا في بيئة فيها يورانيوم، وابعد عن التعرض للرادون اللي هو ممكن يحصل في البيوت والمباني. يبقى reduce exposure to radon that can occur in homes and buildings. لو واحدة اضطرت إن هي تستخدم oral contraceptives حبوب منع الحمل، يا ريت تستخدم low estrogen contraceptives، يبقى تستخدم low estrogen contraceptives when needed. لو احتاجت إن هي تاخد حبوب منع الحمل يفضل إن هي تكون low estrogen contraceptives. treatment of precancerous lesions، لو في حاجة precancerous أبدأ إني أعالجها عشان ما تتحولش في المستقبل لكانسر. طيب ده كان البرايمري بريفنشن. بعد كده السكندري بريفنشن، إني أعمل ايرلي دايجنوزس اند تريتمنت، لأن المورتاليتي بتاعة الكانسر حالات الوفاة من الكانسر بتقل بشكل ملحوظ لما يتم اكتشافه في مراحل مبكرة. identification of high risk جروبس، أبدأ أشوف مين الناس اللي معرضة لخطر أكبر إن يحصل لها كانسر، سواء الوظيفة بتاعتها بتعرضها لكده، سواء الفاميلي هيستوري إن العائلة دي بيمشي فيها نوع سرطان معين، الانفيرومنتال فاكتورز الناس اللي بتتعرض لعوامل بيئية تساعد على حدوث كانسر، certain risk factors وال precancerous conditions. أبدأ أدور على الناس دي الأول، بعد كده أعمل screening and case
findings، أعمل diagnosis وأبدأ إني أشخص الناس دي. لازم كمان أعلم الناس إن هي إزاي تعمل self examination. All person should be instructed to self examine themselves after the age of 30. يعني من بعد سن 30 لازم أفهم الناس إن هما يبدأوا يفحصوا نفسهم ويروحوا لطبيب متخصص لو لقيوا أي حاجة من العلامات الخطرة دي. أول حاجة لو واحدة لقيت lump or hard area، يعني في حتة ورمة أو ناشفة في البريست، لو لقيت حاجة زي كده تروح على طول على الطبيب، وخصوصا كمان لو هي سنها فوق 30. ونفس القصة لو راجل لقي حاجة زي كده في التستس، persistent cough or hoarseness، يعني إن الشخص ده عنده كحة بشكل دائم أو عنده hoarseness بحة في الصوت. ده برضو من الحاجات ال warning signs اللي هي علامات الخطر اللي ممكن يكون عنده كانسر. يبدأ على طول يروح ل specialist، لطبيب متخصص. A change in a wart or mole، excessive or regular menstrual blood loss، إني واحدة فأثناء المنستروشن الدورة الشهرية بتفقد كميات كبيرة جدا من الدم. A persistent change in digestive or bowel habits، بيحصل تغيرات في عملية الهضم أو عملية التبرز، العادات بتاعة التبرز ال bowel habits. ال blood loss from any natural orifice، إنك تلقى نفسك بتنزف من أي مكان في جسمك، دي علامة خطر، تبدأ إنك تروح لطبيب لأنها ممكن تكون علامة من علامات كانسر. persistent indigestion or difficulty in swallowing، ممكن يكون مثلا عنده كانسر في الأسوفيجس أو كانسر في الفارينكس. ده دي حاجة لو لقيتها، لو ليه إن هو عنده عسر هضم indigestion أو ليه إن في صعوبة في البلع، يبدأ إن هو يروح لطبيب. unexplained weight loss of weight، إن الشخص ده شغال بيفقد وزن بشكل غير مبرر، يعني هو ولا عامل دايت ولا عامل اي حاجة وبياكل كويس وفي نفس الوقت بيفقد وزن، دي حاجة اسمها unexplained loss of weight، بيفقد وزن كده وخلاص، ده طبعا حاجة مقلقة ولازم يروح لطبيب. a swelling or sore that doesn't get better، ان يكون في swelling انتفاخ او تورم ما بيتحسنش مع مرور الوقت، يعني قاعد ثابت، ده طبعا ممكن يكون حاجة خطر، ابدأ اني اروح لطبيب. طيب رحت للطبيب، الطبيب هيبدأ يعمل clinical examination، يبدأ دكتور should have an high index of suspicion and detect about 75% of percent of cancer cases by through clinical examination because they occur in those body sites that are readily accessible. يعني بالفحص الطبي وانت في العيادة عند الطبيب، لازم يكون حاطط في باله معدل عالي او معدل شك عالي ان انت ممكن يكون عندك كانسر، ويبدأ يعمل كلينيكال اكزامينيشن. ولازم الطبيب يكون على الاقل يقدر يلقى 75%، يكتشف 75% من حالات الكانسرز اللي بتجيله. طيب السكريننج، ازاي اعمل سكريننج او تحاليل ابدا اعملها بايه؟ اول حاجه الاكزوفولياتيف سيتولوجي، اني اشوف السيلز او الخلايا اللي هي بتعمل شيدنج، بتنزل لوحدها من السطح او يعني بتتشال لوحدها من السطح، بيحصل لها شيدنج فروم سيرفيس زي البرونكيال او الجاستريك او اليوتراين ميوكوزا، ان الميوكوزا نفسها بيحصل لها شيدنج في السكريشن، يعني ان مثلا مع الجاستريك سكريشن او مع البرونكيال سكريشن في بعض الخلايا بيحصل لها شيدنج من الميوكوزا بتاعت المنطقة دي، فابدأ اني اخد السكريشن دي واشوف الخلايا اللي طلعت منها وافحصها تحت الميكروسكوب. لقيت تحت الميكروسكوب ان في مالجنانت سيلز، يبقى الشخص ده عنده مالجنانسي، فكده يبقى انا اكتشفته في وقت مبكر لان ما كانش ظهر عليه اعراض، كده عملت ايرلي دايجنوزس. وكمان تحليل اسمه الباب تيست والسايتو بيبيت او السايتو بايبيت، الباب تيست والسايتو بايبيت اريجيشن تكنيكس، دي تكنيكات بقدر اني استخدمها عشان احدد السيرفايكال كانسرز ات ستيج وين ذي ار 100% كيورابل. يعني اني السيرفايكال كانسرز لو اكتشفتها في مراحل مبكرة جدا بتكون
نسبة علاجها 100%. يعني الشخص ده لو اللي عنده يعني الست دي اللي عندها كانسر سيرفيكس، لو اكتشفتها مبكر، عملت ايرلي دايجنوزس، الست دي هقدر اني اعالجها بنسبة 100%. بس الفكرة في ايه؟ الفكرة في اني عملت دايجنوزس بدري عن طريق ايه؟ الباب تيست والسايتو بايبيت. طيب، وكمان الاكس راي والالترا ساوند تكنيك تو دايجنوز ديفرنت كانسرز اند ديفرنت سايز. اشعة الاكس راي واشعة الالترا ساوند بعملها عشان اقدر اني احدد السرطانات في مختلف الاماكن في الجسم. الثرموجرافي تيست ده تحليل حرارة او اختبار حرارة، بعدي على السكن وبشوف درجة الحرارة. المنطقة اللي هيكون فيها كانسر هتكون فيها درجة الحرارة زايدة، هل ان السكن تمبريتشر زايدة، هل في سكن تمبريتشر اليفيشن في منطقة الكانسر، لان الكانسر بيكون محتاج بلود فلو كتير، رايح له بلود فلو كتير، فالبلود فلو الزايد ده بيخلي المنطقة اللي فيها الكانسر تسخن، تمام؟ فيبقى المنطقة اللي فيها الكانسر هلاقيها سخنة، فلما أعمل أو درجة حرارتها زايدة يعني، فلما أعمل التيست ده هعرف المكان اللي درجة حرارته زايدة وحدد مكان الكانسر. وكمان الاندوسكوبي المنظار، أبدأ إني أعمل منظار عشان أشوف الكانسر فين، سواء برونكوسكوبي، كولونوسكوبي، جاستروسكوبي أو بروكتو سيجمويدوسكوبي. برونكوسكوبي طبعا في اللنج على البرونكاي، والكولونوسكوبي في الكولون، والجاستروسكوبي في الاستومك، والبروكتوسيجمويدوسكوبي ده اللي هو على السيجمويد كولون. والماس سكريننج فور مين ابوف 50 اند وومن ابوف 30 at least in selected groups should be undertaken. يعني لازم أعمم التحاليل على الرجالة اللي هم فوق الخمسين سنة والستات فوق التلاتين سنة، لأنهم بيكونوا معرضين أكثر إن هم يحصل لهم كانسر، فلازم أعمم السكرينينج أو أعمم التحاليل عليهم كلهم عشان أشوف لو في حد منهم عنده كانسر وأبدأ أعمل early diagnosis وأعالجه بشكل أحسن. طيب العلاج بتاع الكانسر بيكون عبارة عن ايه؟ طبعا لو الورم حميد او في بداياته ممكن اني اعالجه بالسيرجري بعملية جراحية واستأصل الورم ويبقى خلاص كده، او راديشن ثيرابي العلاج بالاشعاع، او الكيموثيرابي طبعا الكيماوي، او الهرمون ثيرابي بالهرمونات او البيولوجيكال therapy. والبيشنتس اللي عندهم cancers are often treated by a team of specialists بيتعالجوا عن طريق فريق من المختصين. الفريق ده هيحتوي على medical oncologist، يعني هيكون من ضمنهم شخص متخصص في علاج السرطان specialist in cancer treatment، وهيكون من ضمن الفريق ده surgeon جراح وكمان radiation oncologist، يعني شخص مختص في العلاج بالإشعاع specialist in radiation therapy، وناس تانية هتكون موجودة في الفريق برضو. بعد كده آخر حاجة وهي tertiary prevention، اللي هو المرض حصل والcomplications حصلت لكن أبدأ إني أمنعه يعمل disability أكتر من كده، وكمان هعمل rehabilitation إعادة التأهيل. طيب ال disability limitation this is done by giving intensive treatment علاج مركز عشان أمنع ال development of further disability، ما يحصلش disability أكتر من كده. وكمان ال rehabilitation إعادة التأهيل this is given for those who have undergone surgery زي ال amputation of leg حصل لهم بتر للقدم، او الكولوستومي او الماستكتومي ان حصل استئصال للبريست. بالنسبة للستات ده طبعا شيء سيء جدا ولازم اعيد تأهيلهم بسبب الموضوع ده، لان هم مثلا الناس هتكون تأثرت حالتهم النفسية بسبب حاجة زي كده، حاجة زي الماستكتومي استئصال الثدي، and are rehabilitated with a prosthesis and training later placed in a suitable جوب. يعني بعد ما أبدأ إني خلاص بعالجهم وخلتهم ناس كويسة وعملت لهم إعادة تأهيل، لو مثلا شخص
حصل له امبيوتيشن اوف ليج، اركب له اطراف صناعيه وبعد كده ابدا اوفر للناس دي وظيفه جديده تكون مناسبه للحاله اللي هم بقوا عليها. كده نكون خلصنا محاضرتين النهارده، اتمنى انكم تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فكرة أنه تجلس واحد وتعمل له عملية جراحية وأنك تؤلف أدوات خاصة لكل غرض أداة أبدع فيها المسلمون. وأول من كتب، يعني أول ريكورد عندنا أو شيء مكتوب في تاريخ البشرية لوصف دقيق لآلات بالمئات آلات جراحية، كان كتاب التصريف للزهراوي.